بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بالسادة الحضور، يسعدني أن أكون موجودة اليوم معكم في المحاضرة الثانية من كورس صحتك النفسية سر سعادتك. الليلة أنا أشكر فريق ملتقى الدارين إن سمح لي للمرة الثانية إن أنا أكون موجودة اليوم معكم. اليوم يوم جديد، بحلم جديد، بأمل جديد، شايلينه في قلوبنا علشان نصنع لمصر حبيبتنا مستقبل جديد. كل إنسان منا ربنا وهب له الحياة، وحياتنا محسوبة علينا، مسؤولية علينا، فلازم نعيش حياتنا ونعيشها صح. كمان الإنسان هدفه في حياته إن هو يحس إن هو سعيد، هدفه يحس بالراحة، يحس بالسلام النفسي، هدفه يوصل بمعنى كلمة إنه صحيح نفسيا. وإن شاء الله هيكون الكورس ده هنقف فيها بداية إن إحنا نفهم معنى كلمة إزاي نكون أصحاء نفسيا. أنا في الكورس في المحاضرة الأولانية أنا بدأت بتعريف الصحة النفسية ونسبية الصحة النفسية، بمعنى إن هي بتختلف من فرد لفرد، وبتختلف من مجتمع لمجتمع حسب عاداته وتقاليده، وبتختلف من زمن لزمن، بل هي بتختلف في نفس الفرد في المراحل العمرية بتاعته، وأدينا أمثلة كتير في كده. وتطرقنا إلى إن مفهوم الصحة النفسية بيقدم لنا تعريف للشخص السوي والشخص الغير سوي. ايه هي معايير السواء بالنسبة للشخص؟ ان هو يكون متزن، ان هو يكون عنده مصداقية، ان هو يكون شخص اجتماعي لا افراط ولا تفريط، ان هو انسان يكون على حسب معايير مجتمعه، هو ده الشخص السوي. اما الشخص الغير سوي زي ما احنا قلنا ان هو يتميز بغرابة في التفكير، وبيتميز بعدم السيطرة على انفعالاته، وعنده دايما اشكالات كثيرة في التعامل مع المواقف، بيحبط كتير قدام المواقف، وعنده إشكاليات في التعامل مع الأفراد. ده بالنسبة للشخص السوي والغير سوي. أنا كنت سألت سؤال قبل ما أقفل المحاضرة اللي فاتت بخصوص هو يعني إيه الثبات الانفعالي؟ ده هيخليني أضطر إن أنا أبدأ أقول من أول مظاهر الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية. تعالوا نتكلم شوية في يعني إيه مظاهر الشخصية المتمتعة نفسيا. بالنسبة للمظاهر الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية، يعني إيه مظاهر الشخصية؟ يعني إيه اللي هيخليني أحكم على الشخص ده إن عنده صحة نفسية؟ أول حاجة إن هو يتمتع بالراحة النفسية والاطمئنان. معايا؟ اللي متابعني أو اللي تاه مني يقول لي. اللي متابعني اتفضل يقول لي. الصوت واضح؟ تمام. في البداية هنقول إن كل شخص، نقول الشخص ده متمتع بالصحة النفسية، أول مظهر من المظاهر دي إن الراحة النفسية والاطمئنان على أربعة أشياء: علمت أن رزقي لم يأخذه غيري فاطمأن قلبي، أن رزقي لم يأخذه قلبي لم يأخذه غيري فاطمأن قلبي، علمت أن رزقي. في البداية هنقول إن الشخص المتمتع بالصحة النفسية عنده مظاهر بتميزه بتخلينا نشاور عليه ونقول الشخص ده متمتع بالصحة النفسية، الشخص ده عنده صحة نفسية. ايه الحاجات اللي بتخلينا نعرف ان الشخص ده متمتع بالصحة النفسية؟ في البداية هنقول الراحة النفسية والاطمئنان. يعني ايه الراحة النفسية والاطمئنان؟ يعني الشخص ده دايما بيحس براحة، ما بيحسش بقلق، مش هنقول مش مجتهد، لا، بس هو مطمئن، عنده ثقة في الله.
الصوت تمام يا أستاذة إيمان؟ عنده ثقة في الله. في كلمات جميلة للشيخ الإمام الشافعي لما تكلم بأبيات شعرية جميلة عن الرزق، قال: توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، ففي أي شيء تذهب الأنفس حسرةً ففي أي شك تذهب الأنفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. نتعب ليه بقى؟ نشيل هم الدنيا ليه بقى؟ ربنا موزع الأرزاق. الراحة النفسية والاطمئنان، الشخص اللي بيتمتع بالصحة النفسية ما عندوش أي، عنده راحة، عنده ثقة في الله، بالظبط زي الطائر اللي بيقف على جذع الشجرة، عارف إن هو مش هيقع لأنه واثق في الله سبحانه وتعالى، واثق ان عنده جناحين يوم ما يقع هيقدر يقف تاني. الشخص الصحيح نفسيا عنده قدره ان هو يحل اي مشكله عنده، مش هيبقى مطب في حياته، لا هيقدر يتغلب عليها، هيقدر يحلها ويحلها صح كمان. الشخص المتمتع بالراحه النفسيه مش شرط يكون غني، مش شرط يكون وسيم، مش شرط يكون مجامل، مش شرط ان هو يكون مدير، بس هو عنده رضا برب العالمين، رضا ان ربنا قسمه له، عشان كده مرتاح. الانسان في حياته لما بيبقى عايش في غابه اكيد هتبقى حزين وتعبان، اما لما تعيش مرتاح في حياتك اكيد هتحس بالصحه النفسيه، انك ملكت الدنيا، يمكن ما تكونش ملكها حقيقي بس ملكتها. مشكله الصوت لسه مشكله؟ الصوت يا أستاذة إيمان، حضرتك عديل الجهاز. هي دي الراحة النفسية والاطمئنان. رزقي على ربنا، عملي أنا عملته بجد واجتهاد، أنا مسؤول، أنا عرفت مسؤولياتي، أنا عرفت إيه المفروض أعمله في حياتي، فسعيت وعملت. إيه اللي هيخليني أحزن؟ إيه اللي هيخليني أشيل الهم؟ أنا عندي ربي مدبر، مدبر الحال، أنا عندي رب العالمين. دايما المجتمع الغربي لما بيبقى عنده التكنولوجيا وعنده سبل الراحة كلها، والدنيا عندهم متمهدة، وعندهم المقابل المادي عالي، وعندهم بيحققوا إنجاز في العمل، وعندهم نسبة الانتحار عالية ونسبة الاكتئاب أعلى، طب ليه؟ علشان ما عندهمش الراحة النفسية والاطمئنان. لو أنا قلت المرة اللي فاتت إن كل إنسان يبص على المسافة اللي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، بص على المسافة اللي بينك وبين الله، لو المسافة دي قصيرة اعرف ان انت هتعيش مرتاح وسعيد، ولو بينك وبين الله مسافات اعرف ان بينك وبين الراحة النفسية مسافات بعيدة. مفيش طريق بعيد عن طاعة الله سبحانه وتعالى يؤدي الى الراحة، اكيد هيبقى في تعب، كن مع الله وانت هتعيش سعيد عمرك كله. الراحة النفسية والاطمئنان سرها الحقيقي في رضا الله سبحانه وتعالى. غاية رضا الآخرين غاية لا تدرك، ورضا الله غاية لا تترك. المسألة كلها يا جماعة إن إحنا دايما بنتمسك برضا الآخرين، سايبين رضا الرحمن. لو إحنا امتلكنا رضا الرحمن، الله سبحانه وتعالى هيسهل لنا سبل الحياة كلها. هتحس إنك سعيد وجميل ووسيم ومرتاح. هي دي سر السعادة النفسية. والشخص اللي دايما يتمتع بالراحه النفسيه عنده ثقه في نفسه ان هو يقدر اي مشكله يحلها، عنده مشكله في نفسه ان هو يقدر يحلها، عنده احساس ان هو شخص متوازن، مش لما تقابله مشكله يقف عليها، مش لما تقابله مشكله يتعامل معاها بسلبيه. يعني ايه بيتعامل معاها بسلبيه؟ يعني بيبقى جزء من المشكله مش جزء من الحل. بدل ما يقعد يبرر لنفسه انا وقعت في المشكله دي علشان المدير بتاعي بيستقصدني، لا، يبقى جزء من الحل، يبقى شخص ايجابي. الانسان اللي مرتاح نفسيا يبقى واثق جدا في قدراته، واثق جدا في ان الله سبحانه وتعالى معه. لما اتخيل حضراتكم، انا هدي حضراتكم اكتيفيتي صغير كده، لما احنا بنبقى واقفين على باب عماره وفي اشخاص حوالينا ماشيه، مش بنشوف الاشخاص والسيارات والمباني بحجمها الطبيعي؟ بيحصل ولا ما بيحصلش؟ لما انا اكون واقفه على باب عماره وبشوف الاشخاص قدامي، صحيح بيحصل. انا معايا 38 من الحضور، انا عايزه مشاركات حضراتكم. بيحصل
ان انا لما اكون واقف على باب عماره مثلا وشايف الاشخاص باشكالها الطبيعيه، شايف السيارات باشكالها الطبيعيه، تمام، او باحجامها الطبيعيه، لما اجي اطلع الدور الخامس مش بشوف الاشخاص اصغر واصغر، صغيره شويه، صح ولا غلط؟ صح. لما اجي يعني حضرتك تخيل، او حضرتك تخيلي لما تكونوا واقفين في الدور الرابع مش بتشوف الاحجام بتاعت الاشخاص والسيارات صغيره؟ لما نطلع للدور ال 14 او ال 12 مش بنشوف الاحجام اصغر واصغر؟ صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. هي دي طريقة إدراكنا للأمور، هي دي طريقة إدراكنا للأمور. يعني إيه؟ يعني إحنا لو بعدنا بالمشكلة وشفناها من بره، شفناها من جميع جوانبها، هنقدر نحلها. طول ما أنت جوه المشكلة مش هتقدر تحلها. اطلع بره المشكلة بتربيتك، بأخلاقك، بأسلوبك، بذكائك، بقدرتك على حل المشاكل، وبصي على المشكلة من بره، هتقدري تقولي اه فعلا انا ممكن اعمل كذا واحل المشكلة، وممكن اعمل كذا واحل المشكلة. صح ولا غلط يا استاذ نبيل؟ صح. فطريقة ادراكي او ان انا اطلع بره المشكلة ده بيخليني دايما اقدر احلها، مش اطلع بره اهرب، لا، وابص لها من بره. بمعنى مش كلنا بنقع مثلا في احيانا في مشاكل وبنلاقي صديقنا بيقدر يحلها؟ استاذه منى حضرتك منوراني. لما انا اكون واقعه في مشكله والاقي صديقي بيعرف يحلها لي، في حين ان انا ممكن احل مشاكل اصدقاء كتير من اصدقائي، بس انا نفسي لما وقعت في مشكله ما قدرتش احلها. ليه؟ لان اللي بره المشكله بيشوفها من جميع جوانبها، بيعرف يحلها. اما طول ما انا مفكر في المشكله على اني غرقان فيها، عمري ما هعرف احلها. لازم الانسان يطلع بتفكيره، باخلاقه، بتربيته، بثقته في نفسه، ثقته برب العالمين، ويقدر يحل المشكله ويقدر ياثر فيها. تمام؟ يبقى هو ده الفرق ما بين الانسان اللي يقع في مشكله، وفي فرق بين الانسان يقع في مشكله ويقدر يحلها. بيبقى الانسان الايجابي يبقى جزء من الحل مش جزء من المشكله، بيطلع نفسه من دايره الانا، انا تعبت، انا زهقت، انا مش قادر احل مشاكلي، لدايره التاثير، انا وقعت في مشكله بس لازم ادور على حل، لازم ادور ليه حصلت كده وازاي احلها، ازاي اثر فيها، ازاي اكون مؤثر، مش اكبر المشكله واهتم بنفسي، لا، انا لازم اغير، لازم اصحح. الراحة النفسية والاطمئنان بتيجي من قدرة الإنسان على حل مشاكله وعلى قدرته من مواجهتها. تخيلوا حضراتكم لو أنا مثلا غرقانة في البحر، مستحيل مستحيل هصرخ، هفضل أصرخ. لو أنا غرقانة في البحر وفضلت أصرخ، عمري في حياتي ما هشوف الشط، عمري ما هشوف فرص النجاة ليا، عمري ما هشوف العوامة اللي جنبي. في حين إن أنا لو طلعت شوية وبصيت على البحر نظرة واسعة، هعرف فين الشط، فين مناطق النجاة، ازاي اقدر اطلع، ازاي اقدر اسيطر على الامور. راحتك النفسية بتيجي من قدرتك على السيطرة على الامور، وده هيجي من حلك الايجابي، من موقفك الايجابي. مش كل مشكلة نقع فيها انا قرفت، انا زهقت، انا تعبت، لا، لازم تكون كل مشاكلنا نقدر نسيطر عليها. احنا استاذه منى الهروب من المشاكل، استاذه منى بتسال انا دايما ما بقدرش اواجه المشاكل بهرب منها، هروبك من المشكله بيزودها نفسيا عندك، وبيزودها في حجمها الطبيعي، وتبعدي عنها انت حضرتك متصوره ان انت بترتاحي، لا، ده انت بتزوديها، هتفضلي تكتمي المك النفسي ولحد ما هيجي لك فتره وتنفجري، وهيبقى الانفجار اكبر، كبتي مواقف وهيبقى الانفجار اكبر. علشان كده لا، ما ينفعش، ما سبحان الله، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يعني انا ما اسيبش المشكله واقول ربنا هيحلها لي، ونعم بالله انا بخوض في الحل، بس عندي ثقه في الله، انا بسعى. اسعى الاول، اسعى يا عبد وربنا هيسعى معاك، اسعى الاول. انت خد الدفع في حياتك، انت خد فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. بمعنى ايه؟ يعني اللي قاعد بيصوم وصلي
العابد اللي بيفيد، العالم اللي بيفيد الناس، اللي بعلمه بيفيد الناس، زي بالضبط القمر اللي بينور الكواكب كلها. ما ينفعش انا اقول المشكلة هتتحل من نفسها. على فكرة المشكلة هتزيد، المشكلة مش هتتحل لوحدها. لازم انت تاخدي موقف ايجابي، لازم انت تصححي في مسار الحياة كلها، لازم يكون عندي قوة مواجهة باسلوب مرونة. لازم في الاول تفهمي الاخر قدامك، تستشفي الناس اللي قدامك. المواجهة اقصر الطرق واصدقها واوضحها. انا لما اهرب من المشكلة انا مش بحلها، انا بزودها عليا نفسيا واجتماعيا وحياتيا، مش هقدر اكمل. حضرتك سايباها من غير حل، بالعكس ده هتزيد عليكي. اساليب الثقة في النفس، انا هخصص، يعني انا قدامكم من بعد الساعة بتاعت المحاضرة لحد صلاة الجمعة الجاية ان شاء الله، الجمعة، صلاة الجمعة، أنا تحت أمركم في أي تساؤل. أنا تحت أمركم في أي تساؤل، هنخلص الموضوع بتاعنا إن شاء الله وننتهي منه، وأنا معاكم لحد ما أنتوا تزهقوا مني. Has relation with hard to change it. لا، مفيش أي شيء نقدرش نغيره، كل حاجة بتتغير. المواقف نفسها بتتغير. الإنسان نفسه بيتغير. إزاي ما في مشكلة ما بتتغيرش؟ إزاي؟ دي بالنسبة للراحة النفسية والاطمئنان. عشان تتمتع بالراحة النفسية لازم يكون عندك قدرة لمواجهة المشاكل. عشان تتمتع بالراحة النفسية إنك مش تهرب من المشاكل على إنك بتحلها، أو تدخل نفسك في دايرة إني أنا تعبت أنا زهقت. انت تعبت، انت زهقت، مين اللي هيحل مشاكلك لو انت مش هتقدر تحلها؟ مين اللي هيواجه لك مشاكلك لو انت ما قدرتش تواجهها؟ انت بتزود عبء لو انت ما قدرتش تحل المشكله، انت بتزود عبء المشاكل نفسيا على نفسك. يبقى لازم يكون عندنا قوه وصدق وصراحه في مواجهه المشاكل، ولازم يكون عندنا ثقه في الله سبحانه وتعالى. طول ما احنا في طريق الله سبحانه وتعالى الانسان هيسعد بحياته وهيهنأ بها. مفيش راحة في طريق غير طريق الله سبحانه وتعالى. بص على المسافة اللي بينك وبين الله، وشوف حجم المسافة، وتخيل حجم الراحة اللي حضرتك فيها. دي بالنسبة للراحة النفسية، وبالنسبة لأول خطوة في مظاهر الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية. أول نقطة، الكفاءة في العمل والتحمس له. بخصوص تحميل المحاضرات حضرتك تسأل الدعم. بالنسبة للنقطة الثانية في مظاهر الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية، أول حاجة الكفاءة في العمل والتحمس له. قبل ما تكون كفء في العمل لازم تكون عارف أنت عايز تعمل إيه في حياتك، إيه الهدف في حياتك، أنت عايش ليه. كل إنسان فينا يسأل إحنا عايشين ليه. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، خلق آدم، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. خلاص الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلقه مسؤول على إعمار الأرض، وخلقه مسؤول على البحث عن الرزق، وخلقه مسؤول على إيه؟ على التعارف بين اختلافنا. وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، نتعارف رغم اختلافاتنا. على فكرة يا جماعة احنا بنتفق اكتر من بنختلف. يعني ايه؟ شكرا استاذ اسلام. يعني ايه احنا بنتفق قبل ما بنختلف؟ يعني انا وانت احنا سلالة بشرية، انا واحد امريكي، انا مصرية وهو امريكي، انا مسلمة وهو ديانة اخرى، انا سلالة بشرية وهو سلالة بشرية اخرى، ورغم ذلك بنتفق. نتفق في ايه؟ نتفق في الخلقة من طين، نتفق في روح، في روح الله، نتفق في ادميتنا ان احنا بشر وانسان. فاحنا بنتفق يا جماعة، احنا الله سبحانه وتعالى خلقنا لهدف. ابحث انت على هدفك في حياتك. الله سبحانه وتعالى مش خلقنا اعتباطا، لا، خلقنا بنظام وبهدف، وجمل لنا الدنيا، وادانا العقل، وادانا العقل اللي يميزنا عن سائر المخلوقات. حدد هدفك في حياتك، شوف انت عايش ليه. طب اقول لكم على حاجه،
عايزاه حضراتكم تشاركوني فيها. انا لو مت مثلا بعد سنه، انا ولو مت جه بعد سنه والدتي وواحد او واحده من زميلاتي في الشغل وواحده من اللي كنت بصلي معاهم في المسجد قاعدين الثلاثه مع بعض، تفتكروا هيقولوا عليا ايه؟ يعني حضرتك كده تخيل، او حضرتك تخيلي لو في قاعده والتلاتة دول هيقولوا عليكي ايه؟ اكيد هيقولوا السيرة، بس هل تكون السيرة دي ايه؟ حسنة ولا غير حسنة؟ طيب انا نفسي ووالدتي تقول لي الله يرحمها ده كانت بره باهلها. اكيد اكيد يتوقف على المعاملة. نفسي والدتي تقول لي الله يرحمها ده كانت بره بره بيا. يبقى هدف في حياتي ان انا اكون بره باهلي. بدل ما اسمع الكلام في مماتي احب اسمعه في حياتي. هدف، لانه هدف وتكليف من الله سبحانه وتعالى اطاعه الوالدين والدعاء لهم كمان. يبقى الهدف في حياتي ان انا اطيع والدي، هدف في حياتي ان انا اكون ودود لاهل بيتي وان انا اكون ودود لاصدقائي، هدف في حياتي ان انا اكون متقرب من الله سبحانه وتعالى، الله اللي خلقني. الله لو رضي عني انا هحس برضا وسعاده، ازاي ابعد عنك يا الله؟ العمل الصالح، السلوك الانساني الكويس، هو ده اللي هيخلي السيره عني هتبقى حسنه. حدد هدفك في حياتك، انت عايش ليه؟ انت عايز ايه؟ ايه اللي انا ممكن اعمله في حياتي؟ ايه اللي انا اقدر اعمله في حياتي؟ طب في واحد مثلا ما يقدرش يحدد هدفه. طب اللي مش عارف يحدد هدفه يعمل ايه؟ اللي مش عارف يحدد هدفه هنقول له يا عم هات ورقه كده وقسمها عمودين او اعمل خطين في النص. قول اهتماماتي، يعني الحاجات اللي انا بهتم بيها، انا بقرا ايه؟ انا بفكر في ايه؟ انا نفسي اعمل ايه؟ انا بحب اسمع ايه؟ بحب ايه الهوايات اللي انا بمارسها؟ دي حاجه. في العمود الثاني هتعمل قدراتي. يعني ايه قدراتي؟ يعني استعدادي الطبيعي، انا اقدر اعمل ايه؟ هل انا اقدر احل مشكله؟ هل انا شخصيه استقلاليه؟ هل انا اقدر اتعامل مع الناس؟ هل انا اقدر انجح في عمل معين؟ والثانيه مهاراتي، ايه التعليم اللي انا، العمود الثالث هيبقى مهاراتي، ايه التعليم اللي انا استفدته واقدر اوظفه واقدر يبقى لي هدف. انا بديك بالظبط او بديكي بالظبط شرح مفصل ازاي احدد هدفي، ازاي تحدد هدف. كلنا معظمنا، انا لما بقعد مع شويه شباب، مجموعه من الشباب، اسالهم هدفكم ايه، احس ان الدنيا اتكركبت، مش عارفين يجاوبوا. اقول لهم مش عارفين هدفك، مش عارف هدفك، مش محدده، مش عارفه ازاي. فانت علشان تقرب من هدفك وعشان تقربي من هدفك، شوفي ايه قدراتك، ايه مهاراتك، ايه هواياتك، ايه اللي تقدري تديه، وايه اللي انت اتعلمتيه، وايه اللي ممكن انا اتعلمه علشان ادي الهدف ده. تمام. طيب احيانا الناس تقول طب انا بحدد هدف وارجع يعني ما اقدرش اديه على اكمل وجه، او مثلا ان انا بعمل هدف وبرجع في كلامي تاني، ان انا نفسي مثلا ببقى نفسي اذاكر سنه من السنين دراسات العليا وما بكملهاش، انا مش قادر احدد هدفي. انا بقول لك حاجه، فرضا انا كنت نايمه وابني فتح الثلاجه وجاب ازازه عايز يشرب وهوب اتكسرت مني. انا قمت طبعا يا اما هعمل حاجتين، يا اما احتوي الموقف او يا اما الزقه في الحيطه واضربه. تمام. لما يكون عندك مشكله هتقدري تحليها ازاي؟ مع ابني بطريقه سليمه، اقول له ليه يا حبيبي انت عملت كده؟ انا احتوي ليه انت عملت كده؟ هبدا افهم هو عايز ايه. يبقى انا كده مشيت على هدفي ان انا اربي واقوم ابني. اما لو هدفي ان انا اعذب واخبط واتعامل مع ابني بطريقه غير سليمه، يبقى انا بفضل على موقف ده، عمري ما هتغير وعمري ما ابني هيتقوم. طب احنا دلوقتي محددين هدف مش قادرين نكمله، مش قادرين نستمر فيه. دايما خلي الهدف قدام عينيك،
انت ممكن تزهق. ماشي، مفيش مانع نرتاح شوية، مفيش مانع نتعب شوية، بس انا لما اريح يبقى انا بجمع شتات نفسي عشان اقوم تاني، واقوم كمان واقفة اقوى من الاول. دايما الانسان يا جماعه، في قانون في علم الفيزياء يقول لك ان الشيء الذي يبقى على حاله قابل للتحلل. في كده نظريه في علم الفيزياء ان الشيء الذي يبقى على حاله قابل للتحلل. حضرتك تخيل، وحضرتك تخيلي لو احنا هنتعرض لكل الاسئله يا استاذه سحر. حضراتكم تتخيلوا لو مثلا احنا لو سيبنا عيش، مش العيش ده هيتحلل؟ ولو ركننا أهدافنا، مش أهدافنا دي هتبلى ونتناساها؟ ولو ركننا أملنا، الأمال دي هتبقى أحلام يقظة؟ ولو ركننا دماغنا، دماغنا دي مش هتقدر تفكر بطريقة سليمة؟ يبقى إحنا كده ماشيين عكس الزمن. الناس بتتطور وإحنا اللي بنقف. أنا ما قلتلكش ما تتعبش، لا اتعب، بس يوم ما تحب تقف تاني يبقى تقف وقفة قوية، وقفة فيها إصرار. حط دايما الله سبحانه وتعالى هدفك، إن أنت في عملك ترضي الله. لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال إيه في يسأل المرء عن أربعة، عن عمره، الصوت كويس، عن عمره فيما أفناه، وعن عمله من وفي عن وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، تمام، وعن عمله ماذا عمل به، تمام. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن إحنا بنسأل على أربع أشياء. طب ليه ربنا، ليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال العمر، قال الشباب؟ طب ما إحنا العمر وخلصنا، ما العمر بس ليه قال الشباب؟ لأن الشباب دايما فيه القوة البدنية والقوة الذهنية والنشاط والحيوية. وديت شبابك فين؟ هل وديته في سكر وخمر ومخدرات؟ ولا وديته في عمل وجهد وأمل وطموح؟ وديت شبابك فين؟ شبابك ده حاجة وعمرك كله حاجة تانية. شبابك وديته فين؟ قعدت تهلكه في معاكسة البنات والمخدرات والخمر؟ ولا استغليته في بناء وطن وبناء ذات؟ فكروا معايا في كده. ليه الرسول قال شباب ورجع تاني قال عمر؟ ما الشباب هو العمر، ما الشباب جزء من العمر، ده مرحلة عمرية. لأن الشباب هو القوة البدنية، القوة الذهنية، القوة العقلية. الشباب ده هو اللي بيصنع. وديت شبابك فين؟ فين أهدافك؟ وريني أهدافك كده، وديتها فين؟ أهدافك وديتها فين؟ حياتك عشتها ليه؟ وعشتها لمين؟ يبقى ده بالنسبة للعمل. حددنا الهدف؟ لا، لازم نحدد هدف. أنا فعلا يا أستاذة، أنا فعلا دايما أسأل السؤال ده، حضرتك محدد هدفك؟ يا جماعة كلموني عن أهدافكم، ما بلاقيش حد بيجاوبني. طب ليه يا جماعة ما بتحددوش أهدافكم؟ أمال إحنا عايشين ليه؟ إحنا عايشين لهدف. على فكرة لو أنت عايش من غير هدف يستحسن ما تقومش من النوم، ده رأيي، ملهاش لازمة تقوم من النوم. طيب حددنا واشتغلنا، الكفاءة في العمل بقى، الكفاءة في العمل، الكفاءة في العمل نفسيا لها عامل مهم جدا بدعم الثقة بالنفس. بمعنى انك لما تبقى كفء في العمل ده بيدعم ثقتك بنفسك وحفزك دايما للنجاح. والنجاح على فكرة بيجيب نجاح. الانسان لما يحس دايما ان هو ناجح، النجاح بيجيب نجاح، تمام، وبيدي ثقة دايما بالنفس. وعلى فكرة ان العمل من فوائده النفسية ان هو بيقلل الضغوط النفسية، وبيقلل من حدوث الاكتئاب، وبيقلل من معظم الامراض النفسية. ده بالنسبة للعمل، الكفاءة في العمل والتحمس له. عندنا الآيات القرآنية. حضراتكم أنا هرد على الاستفسارات بعد المحاضرة عشان يكون أكبر استفادة. أنا معاكم لحد صلاة الجمعة الجاية لو حضراتكم عايزين. ده بالنسبة للكفاءة في العمل. القرآن الكريم والحديث النبوية الشريفة ذاخرة بالكفاءة في العمل. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل فليتقنه.
الإتقان في العمل، والإتقان في العمل بيعزز النجاح، والنجاح بيجيب نجاح، والنجاح بيجيب ثقة في النفس. هي دي الكفاءة في العمل. طب معلش واحد يقول لي طب أنا ببقى كفء في العمل، طب ما أنا كده هبقى تعبان. لا على فكرة أنت مش هتبقى تعبان، أنت هتبقى صحيح نفسيا، عندك هدف، عندك صحة نفسية. أما بالنسبة للنقطة الثالثة الثبات الانفعالي، أرجو من حضراتكم تركزوا معايا في موضوع الثبات الانفعالي. موضوع الثبات الانفعالي موضوع الكل اختلف فيه، وأهم نقطة في الموضوع ده كله. يعني إيه ثبات انفعالي؟ حضراتكم شاركوني يعني إيه ثبات انفعالي؟ اتفضلوا اتفضلوا، عايزة أقرأ أكبر عدد من التعريفات. اتفضلوا. التحكم في الغضب، أكون ثابتة اتجاه ضغط عالي، القدرة على في التواصل تحت الضغوط الشديدة، أو الاتزان عند مواجهة المشاكل، التحكم في رد الفعل، التحكم في النفس عند الغضب. كلها حاجات جميلة. طب تعالوا بقى نفتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. بمعنى أحيانا بنلاقي ناس مفكرة الحدة والشدة بأنها قوة، على فكرة ده مش قوة، ده غباء، مش قوة. الثبات الانفعالي معناه إن الإنسان يغضب عادي، مفيش مشكلة، مفيش حد، الشخص الطبيعي بيبكي ويحزن ويغضب ويصوم، مفيش مشكلة. أنا مش بقول لك ما تغضبش، بس الثبات الانفعالي بمعنى إن الاستجابة بتاعت الغضب بتاعتك تكون متوازنة على قد الموقف. يعني إيه متوازنة على قد الموقف؟ يعني على قد الزعل بزعل وبعد كده أهدى تاني، وكمان ده أنا مش هزعل كمان أو أغضب، ده أنا أغضب وأحتوي الموقف، احتويه. يعني بمعنى انا شفت انسان بيغضب غلط، انا ممكن اغضب بس احتوي الموقف، احاول احله مش اصعده واكبره. مش شطاره على فكره. على فكره تعرفوا حضراتكم ان من شخصيه الطفل الصغير انه شخص عنيد وشخص بيحب يزعق والصخب والضج والضجر، اما الشخص الكبير هو اللي بيحتوي الموقف، مش بيتصرف تصرفات الصغار. يبقى من ضمن علامات الصحة النفسية انك تكون انسان متزن في انفعالاتك. مش بنقول لك ما تغضبش، لا اغضب، بس تكون عندك اتزان في الانفعالات بتاعتك، تستقبل الامور على انها حادث او موقف وهيمشي هيعدي، تحاول تستقبله بشكل ايجابي، تحاول تستقبله بشكل ايجابي بشكل سليم. حضراتكم تعرفوا الشخص الثابت انفعاليا بيتسم بالتسامح بالعفو بالصفحة عن المسيء بعدم الظلم، مش يقهر اللي قدامه، ان هو بيصبر عن الاذى، ان هو بيحتسب الاجر عن الله. كاظم الغيظ، كاظم الغيظ يعني يعتبر افضل معنى بالنسبه للثبات الانفعالي هو كاظم الغيظ. قال الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. وفي موضع تاني في القرآن الكريم في سورة النور: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وفي تاني قول الله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. تمام. القدرة على التحكم في النفس، ده معنى الثبات الانفعالي. محدش قال لك ما تغضبش، بس مش تتصرف بالتصرف اللي فيه تذبذب، يعني مش تفضل طول اليوم مقموص وزعلان، لا، بتحتوي المواقف لانك انسان كبير، لان الانسان الصغير هو دايما اللي يعند، اللي يخبط، طفل في الاخر بنقول طفل، اما الكبير هو اللي يحتوي الموقف ويحاول يحله. دايما يقول لك ان الاواني الفارغه تصدر صوتا، يعني الكوبايات الفاضيه لما نخبطها في بعض هتعمل صوت، غير الكوبايه المليانه لما تتخبط مع بعض مش هتعمل صوت. ليه؟ لأنها مليانة، لأنها الشخصية ممتلئة بالثبات. هناك فرق بين التسامح والضعف. معلش يا جماعة، ممكن حضراتكم تشاركوني في اللي أنا بشرحه، والأسئلة كلها نحلها إن شاء الله بعد ما نخلص المحاضرة. رابع حاجة في مظاهر الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية: الملائمة.
خلوا بالكم قوي من كلمة الملائمة. يعني إيش الملائمة؟ حضراتكم شرحوني يعني إيه الملائمة؟ Only strong people can forgive. الأشخاص الأقوياء هم اللي يقدروا يسامحوا. القدرة على التكيف، تمام. أستاذة فانا أو قنا، أستاذة سحر التكيف، تمام. دكتورة دعاء التكيف. أنا عايزة في 45 من المشاركين، أنا عايزة مشاركات أكتر. ممكن الدعم يشاركنا في حل الأسئلة، أن يكون رد الفعل متناسب مع الموقف، التعايش مع الآخرين، التأقلم مع الأوضاع، المرونة في التعامل، حلو في التعايش مع الآخرين في مختلف الظروف. في إجابات تانية؟ تمام. هنقول يعني إيه الملائمة؟ كلنا بنتعرض لمشاعر خوف، كلنا بنتعرض لمشاعر قلق، كلنا بنتعرض لمشاعر غضب وحزن. على فكرة إنسان مش طبيعي اللي يقول لك إن أنا ما بغضبش، إن أنا ما بزعلش، إن أنا ما بعيطش، أعرف إن هو شخص أبنورمال. الشخص الطبيعي هو الشخص اللي بتمر عليه المشاعر زي كأنه إنسان طبيعي، لأن الحياة الله سبحانه وتعالى خلق الأقدار، في اللي بيفرح وفي اللي بيزعل. فالإنسان الطبيعي أو الشخص السوي بيمر بخبرات خوف وقلق وغضب وحزن، والمشاعر دي طبعا مرتبطة بظرف من الظروف. الآن مثلا بعت بنتي تشتري حاجة ليا وتأخرت، وفي قلق بره في الشارع، فأنا أكيد هقلق لما يزور الموقف والبنت تيجي. يبقى أنا أحس كده إن أنا إيه القلق عندي هدي. يعني بمعنى الملائمة ان انا اتأقلم مع الظروف، ماشي، بس اتأقلم معها بطريقة موازنة. بمعنى انا اعرف ناس عايشين على هاجس ان هم هيعيوا بكانسر في يوم من الايام، واعرف ناس عندها هاجس ان هم لو البنت احتمال لو مشت الباص بتاع المدرسة ممكن يدوسها وتموت. الفكر ده مش طبيعي. الانسان السوي هو اللي بيتعامل مع الامور حجمها الطبيعي. في موقف مستدعي قلق بقلق، لما بيزول الموقف خلاص العمليه بتنتهي. ايه داعي ان انا اخاف عمال على بطال؟ افكار سلبيه وافكار خاطئه. وحاجه كمان، ان كل مشاعرنا بتزيد ومرتبطه بالظروف، بتتغير على حسب الظروف. يبقى الانسان لازم يتعامل مع المواقف على حسب حجمها الطبيعي. انا مش هخاف من، مش هعيش عمري خايفه من الكانسر، مش هعيش عمري خايفه من الفقر، مش هعيش عمري خايفه من مثلا من وفاه اولادي. انا اتوكل على الله، اسيب الامور لله، انا اكون مستعده لاي قدر من اقدار. انا اتعامل مع الظروف على حسب حجمها، وقت فرح افرح، وقت زعل ازعل. ازاي ايه المشكله في كده؟ انا ليه اهول الامور واهول الظروف عليا؟ تمام. طب دي بالنسبه للملائمه للظروف. لا، وكمان ده ملائمه على حسب العمر. يعني ايه ملائمه على حسب العمر؟ يعني انت كبير، شخص كبير، لازم يكون نسبه الاحباط بتاعتك مش بسهوله تصاب بالاحباط. اما الشخص الطفل السوي هو اللي دايما يستسلم للاحباط. مثلا طفل حاول يعمل يركب مكعبات وفي الاخر فشل، فتلاقي الطفل اتنرفز، تمام. فلما بتنرفز ده على فكره سلوك طبيعي، اللي هو يتنرفز لانه طفل. طب بالنسبه للسوي الشخص الكبير، يبقى عيب قوي ان هو ما يكونش عنده قدره على الملائمه، ان هو يقدر يتعامل مع الظروف ويتعامل مع المواقف. ما يكونش عنده قدره او احساس ان هو كبر ولازم ينضج ولازم يتعامل بطريقه اكثر سواء واكثر حكمه من كده. لازم الانسان يحط في باله حاجه زي كده. ما بيغرق في شبر ميه، يعني زي ما حضرتك قلتي صح، ان هو طب انت بتغرق في شبر ميه وانت شخص مسؤول. انا اعرف ناس عندها 35 سنه لسه ما نضجتش، لسه ما عندهاش نضج فكري، في حين سيدنا علي بن ابي طالب لما الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه الاسلام وهو عنده 10 سنوات تقريبا، فقال له سيبني افكر. طفل 10 سنين يقول له سيبني افكر، ويرجع تاني يوم يقول يقول لي سيدنا محمد اعد عليا ما اخبرتني به بالامس، اعدها لي تاني، قول لي على موضوع اسلامي تاني. ايه ده؟ ايه ده؟ معقوله ده طفل عنده 10 سنين؟
مش شخصية أستاذ أحمد، أنا عاجبني سؤال حضرتك، بس أنا علشان في أخوات لحد آخر المحاضرة. أستأذنك حضرتك آخر المحاضرة تكتب لي السؤال ده، سؤالك جميل يا أستاذ أحمد. طيب دي بالنسبة للملائمة، أنا بتعامل على حسب الظروف بطريقة سليمة، وبتعامل على حسب سني، وبتعامل على حسب سني. أنا مسؤول، أنا اتحطيت في مسؤولية. أنت أصبحت أب وزوج، لازم تكون على قد المسؤولية. أنت أصبحت أم وزوجة، لازم تكوني على قد المسؤولية، ما تقفيش. لا، الشخص الصحيح نفسيا اللي هو يتشكل على حسب الدنيا المسؤوليات اللي قدامه، ما يقفش على انه طفل لسه عايز يتدلع، او لسه بنوته عايزه ماما تطبطب عليها. لا، انت عدت زوجه مسؤوله، ما ينفعش. انت نضجتي، انت لازم يكون عندك احساس الملائمه، ملائمه الظروف وملائمه المواقف. انت كبرتي، انت كبرت، تمام. ظروف، سن، موقف، لازم يكون عندي ملائمه. اتعامل مع الظروف ازاي؟ انا فرضا لو جات لي ظروف، احنا قلنا احنا نتعامل مع الظروف على حسب حجمها الطبيعي، تمام. طب انا فرضا اتعرضت لظروف خارج ارادتي، مش عارف احلها، اعملها ازاي؟ في البدايه انا اخد الظروف على اني بتعلم منها، مش بتوقفني. ده بالعكس، ده كان درس. انا لازم اكبر، ده لازم احس ان انا كبير. لا، ايه اللي هيشكلني غير الظروف؟ تمام. يعني دايما يقول لك ان الراجل المسؤول صنعته الحياه. يعني دايما رجل المواقف صنعته الموقف، مش هو اللي بيصنع المواقف، المواقف هي اللي صنعته، هي اللي خلقته، هي اللي شكلت منه. فعشان كده احنا نتخذ المواقف والظروف على انها دروس لازم نتعلم منها ونتفاعل معاها بطريقه سليمه، تمام. حلو جدا. دي بالنسبه لمعنى الملائمه. في اي استفسار في المفهوم بتاع الملائمة؟ تمام جدا. بالنسبة للنقطة بخصوص انخفاض مستوى القلق، انخفاض مستوى القلق، مين في مصر أو سوري مين في الحضور ما عندوش قلق؟ مين في الحضور مش كل يوم بيعدي عليه يوم إلا ما يقلق ويتوتر؟ ها، اللي يقول لي ان هو مش بتوتر يقول لي، مش بيتعرض لقلق يقول لي. كلنا تقريبا، كلنا بنتعرض لمستويات قلق في حياتنا، كلنا بنتعرض لشعور بالتوتر. الشعور بالتوتر وضغوط الحياه عايزه منا ان احنا يكون على قد المسؤوليه ان احنا نعديها ونكبر. طيب ازاي اخفض مستوى القلق اللي عندي عشان اكون شخص صحيح نفسيا؟ بمعنى انا لما بتعرض للمواقف مش لازم استسلم قدامها عشان النتيجه يكون فكرنا ايجابي. طب ان ازاي اخفض مستوى القلق في العمل او في البيت؟ تمام، انا لازم اخفض طب ازاي اعملها؟ ازاي اقلل مستوى القلق؟ انسان قلقان على طول، على فكره احنا قلنا القلق بيبقى طبيعي لو حسب الظرف، بس بيزول بزوال الموقف. ده القلق اللي هو الطبيعي. في القلق العصابي، على طول متوتر، على طول مضغوط، على طول تعبان، على طول مش قادر يفكر، تمام؟ التفكير ازاي؟ ها، انا عايز اعرف تساؤلات حضراتكم، ازاي انا اقلل مستوى القلق اللي عندي بما اننا حاليا بنعيش ظروف كلنا قلقانين؟ تقريبا مفيش اجابه. ابدا عدم التفكير في موقف صعب. معقول 38؟ مش انا عايزه احس من حضراتكم ايجابيه، يعني ايجابيه ان حضراتكم تشاركوني. نبص الناس على فكره يا استاذ اسلام، الصحه النفسيه انك تبص على المليان والفاضي، مش تقنع نفسك بالمليان وتسيب الفاضي. انت متقبل الفاضي وراضي بالمليان. الرضا بقضاء الله. انا بشارك، انا عارفه والله حبيبتي ده حضرتك بتشاركي، اهلا وسهلا بمشاركتك الجميله. اغير نشاطاتي اليوم، استاذه سوسن اتوضا صح، برافو، الايمان بهذه الايه، اعمل، مش واضحه الجمله اللي حضرتك كتبتها، ده اكلم نفسي انت مش قلقان، تمام. طيب حضرتك أكيد هيكون حافز عشان نتغلب على المعوقات.
احنا هنقول دلوقتي ازاي نتغلب على المعوقات في حياتنا. القلق انواع طويل المدى وقصير المدى، تمام. اشغل نفسي مع بنتي، العب معاها، صح، احاول تحل الموقف، تمام. صلاة، ثقة بالنفس، تمام. تعالوا نفكر في الموضوع، ازاي نخفض بالقلق. طول ما انت بتفكر في المشكلة عمرك ما هتقدر تحلها، ده معروف. ودايما الانسان بيفكر بالطريقه اللي بيتكلم بيها عن نفسه. انت نفس شايف نفسك انسان فاشل، هتفضل طول عمرك فاشل. شايف نفسك انسان ناجح، هتنجح في حياتك وهتقدر تتغلب على معوقات حياتك. هي ده باختصار التغلب على القلق. طيب انا دلوقتي عايش عيشه وقلقان ومش مستمتع بحياتي، اعمل ايه؟ عندي حالة توتر في البلد، حالة توتر في العمل، حالة توتر في البيت، أحلها إزاي؟ في البداية يا جماعة نهدى خالص، نسترخي، عدم الإجهاد. كلنا لما بيبقى عندنا نوع من الاضطراب، أو نوع مثلا اضطراب المعدة أو القولون، لأن ده بيبقى سببه نفسي من الدرجة الأولى، بنروح للدكتور يقول له اهدى خالص، استريح، اهدى، ريح جسمك. ده هو الاسترخاء والراحة. الإنسان يسترخي ويرتاح ويبدأ يتعامل مع التوتر والقلق اللي عنده. يتعامل مع التوتر والقلق ازاي؟ في الأول يقعد كده يتكلم مع نفسه، هو أنا متوتر من ايه؟ هو أنا ايه اللي مزعلني؟ هو ايه السبب الحقيقي اللي دايما يخليني قلقان؟ المدير مثلا بتاعي في العمل، ولا خوفي الزيادة على بنتي عشان كده ما برضاش اطلعها في الشارع، ولا مثلا جارتي اللي طول النهار تزعق فيا. يبقى ايه السبب اللي بيخليني اتوتر؟ السبب الحقيقي، انت فكر جوه نفسك، ايه السبب اللي يخليني دايما مش مرتاح؟ ايه السبب اللي يخليني دايما قلقان ومش مبسوط؟ يبقى اول حاجه ان انا اسال نفسي السؤال ده، واحاول اجمع المعلومات عني. ايه، انا زعلانه من كذا، يبقى السبب كذا، واكون صريح جدا وواضح جدا مع نفسي. دي حاجه، اول حاجه. الحاجه الثانيه، اكتشف انت بتقول لنفسك ايه. يعني مثلا انا جارتي مضايقاني، انا زميلي في العمل مضايقني، انا مديري مضايقني. اسال نفسي ايه اللي مضايقك بالظبط يا اسماء. انا هقول مثلا مضايقني المدير بتاعي. طيب لما انت بتحسي بالضيق بتفكري في ايه؟ اقول انا بفكر التوتر والخوف في الامتحان، حضرتك لازم تهديه. وحاجه تانية، التوتر والخوف في الامتحان يعتبر حافز للنجاح. على فكره معظم علماء النفس بياخدوها على انها حافز للنجاح، بس مش التوتر اللي وقفك، التوتر اللي يحفزك. ده بالنسبه للتوتر والخوف. معلش انا هكمل بس النقطه بتاعتي. فاول حاجه انا افكر ايه اللي مخليني قلقان، ايه السبب اللي مضايقني. اللي مضايقني مديري في الشغل، اوكي خلاص، اول حاجه مديري في الشغل. تاني حاجه، ايه الافكار اللي بتجي لي لما بفكر في مديري في الشغل؟ هيفيدني، او افكار بتيجي في جارتي انها مثلا هتضايقني، هتزعق معايا، تمام. اكون واضح وصريح واسال نفسي. طيب اشوف هل الافكار دي ممكن تحصل بالفعل، يعني مثلا المدير بتاعي ممكن يرفدني، صحيح؟ طب ايه اللي هيخلي المدير بتاعي يرفدني؟ الا لما ما اشتغلش كويس. يبقى انا افضل افكر في استراتيجيه علشان اقدر احل بيها المشكله دي، واقدر اغير بيها فكره الفشل واخليها فرصه للنجاح. تمام؟ فكره ان انا هقف في حياتي دي او الهروب من المشكله هيزودها. لا، ده انا اواجه نفسي. الراجل ده مضايقني، الست دي مضايقاني، طيب ايه المفروض عليا اعمله؟ المفروض عليا اعمله ان انا ان انا احل المشكله. طب احلها ازاي؟ اخلص في العمل. احلها ازاي؟ مثلا دو مرضاكم بالصدقات. الست دي مثلا كل يوم اجيب لها هديه. اعمل استراتيجيه مقتنعه انا بيها، واحول بيها الفشل لفرصه للنجاح. بالعكس، ده انا لما اكسب المدير بتاعي انا ممكن كمان اخليه راضي عني، يكتب عني تقرير كويس، اخد ترقيه. انا لما اخلي جارتي مثلا تحبني، او اتودد لجارتي، او اديها هديه، فهدي اذاها شويه، فهتريحني على الاقل، اكون عايش في سلام نفسي.
بس انا حضرتك خليه عشان انا عندي اجابه كويسه له. تمام. ده بالنسبه لمستوى القلق. يبقى انا واجهت المشكله، عرفت ايه اللي مضايقني بالظبط، عرفت ايه الاسباب اللي تخليني اعمل كده، اللي الطرف التاني يعمل فيا كده، او ايه الاسباب اللي مخليني متوتره، ايه الافكار اللي بتجيلي من ناحيه الشخص اللي مضايقني او من ناحيه الموقف، ايه اللي مخليني دايما احس ان انا هيجيلي كانسر، وانا عملت كل التحاليل مثلا. يبقى انا ابعد الفكره عني، ابعد الفكره عني، اثق في الله سبحانه وتعالى، ابدا في عمليه الاسترخاء. طيب خلاص انا واجهت المشكله ازاي؟ اخترت استراتيجيه علشان احل بيها المشكله، حاولت اغير فكره الفشل اللي عندي لفرصه للنجاح. طيب معلش انا برضو من الشخص المتردد وعايز اعمل استراتيجيه احسن من كده، ممكن تسال اي حد من اهل الثقه ومن اهل العلم في التنميه البشريه او في الطب النفسي او من اهل او من اصدقائك، واساله انا اعمل ايه في الموضوع ده، لان نتعرف على طرق تفكير، تتعرف ممكن يكون عند الاخر حل كويس. تمام. حاول بصفه مستمره ان انت تستغفر الله العظيم، استغفار، الزم الاستغفار، الزم دايما الوضوء والصلاه، الزم دايما قراءه القران، الزم دايما ان انت تحاول دايما ما تخليش في قلبك شيء يزعلك، روح صارح اللي بيزعلك، قول له انت ليه بتعمل فيا كده. الزم دايما المواقف الايجابيه في حياتك، مش تهرب. تهرب ليه؟ هتعيش كم مره؟ هتعيش في حياتك في معارك وزميلي في الشغل ومديري في الشغل وحماتي وهتعيش في المعارك دي، وبعد كده حياتك كلها هتفنى ومش هتستمتع، وهتدخل قبرك وهتسأل لوحدك انت ليه عشت، انت مين معاك، مين هيكون معاك، انت ليه عملت كده في نفسك، حياة وايام اتحسبت عليك، يبقى نعيشها صح ونعيشها بسلام ونعيشها بصحة نفسية. أنا واخد منها إيه؟ أنا مش واخد منها حاجة. أنا حياتي مش واخد منها حاجة. مفيش هروب من المواقف، يبقى أنا بزود المواقف. أنا مش بحلها، أنا بزودها. وأنا قلت في أول المحاضرة إحنا بنزودها عبء نفسي علينا. هروب من المواقف مش حل يا جماعة، بالعكس إحنا بنزود جبل الهموم جبل آخر. طيب خلاص احنا عرفنا ان احنا نواجه القلق، طب ممكن كمان نمشي شويه في مواضع كده للطاقه في ناحيه اسفل الدقن، ممكن نضغط عليها لمده 5 دقائق، وفي موضع اخر للطاقه بيعمل على تخفيض القلق ان احنا نضغط عليه اسفل الانف، وفي ناحيه عظمه العين، وفي فوق الحاجبين، دي مواضع للطاقه لتخفيض القلق في الجسم، مفيدة جدا. حاول الاسترخاء، حاول دايما التأمل والاستغفار، الزم الاستغفار. طيب احيانا الانسان يقول انا بغضب غضب شديد، انا مش عارف اسيطر عليه. احنا قلنا يا جماعة ان الوضوء علميا بيعيد منظومة الجسم كله، بيعيد طاقة الجسم من اولها لاخرها. فنعمل ايه؟ نتوضأ. لما الرسول عليه الصلاه والسلام لما كان بيشتد تعبه كل ارحنا بالصلاه يا بلال. تمام. دي بالنسبه للامور اللي احنا نعملها لانخفاض مستوى القلق. طب انت لو حسيت نفسك انك شخص من النوع اللي بيستلذ احساس القلق، ومن النوع اللي دايما عايز يعيش حاله القلق، وعلى فكره يا جماعه ان الاحساس بالقلق بيعزز عندك الشعور بالقلق، يعني ايه؟ انت مفكر ان انت لما تقلق انت بتحل مشكله. على فكره انت مش بتحل المشكله، انت بتزودها، لان احساسك بالقلق بيعزز شعور القلق عندك. فهتفضل في دايره مستمره من القلق، واحتمال تدخل على وسواس قهري، مشاكل نفسيه حلها معقد. يبقى لما تكتشف نفسك من النوع اللي مش بيطلع نفسك، مش بتخرج نفسك من مستوى القلق، اعرف انك شخص مش متمتع بالصحه النفسيه. عشان تكون شخص متمتع بالصحه النفسيه تكون رافض احساس القلق. اعمل اي شيء عشان تطلع نفسك من اللي انت فيه. يبقى ده بالنسبه لانخفاض مستوى القلق. بالنسبه
واقفة مع النفس، واقفة واقفة مع أحلامك، واقفة مع أهدافك. لازم يكون الإنسان يكون محدد مخطط في إيه، أنا عايش ليه، أنا بعمل إيه، أنا نفسي دي أنا اللي بقومها. أنا أول محاضرة يا جماعة قلنا النفس دي لها سيطرة على الجسد، النفس دي هي اللي بتقودنا للطريق الصواب، وهي اللي بتقودنا للطريق الخاطئ. بإيدك نفسك على فكرة، سبب تعاستك نفسك. مفيش حد هو مسبب لك السعادة إلا نفسك، ومحدش هيسبب لك التعاسة إلا نفسك. لأنك بصراحة أنت أكتر واحد، أو أنت أكتر واحدة عارفة أنت مين. ممكن ما تكونيش مفهومة، بس على الأقل افهمي نفسك. تمام. طيب دي بالنسبه لانخفاض مستوى القلق. في عند حضراتكم استفسار بخصوص انخفاض مستوى القلق؟ اكيد العمل الخيري، اي العمل لوجه الله، عمل خيري لوجه الله اكيد طبعا ليه نتيجه ممتازه. احنا قلنا النجاح في العمل بيعزز الثقه بالنفس. ميرسي لك يا حبيبتي، شكرا دكتوره. التنفس اللي هو بيملأ الصدر والبطن، ممكن تتنفس تنفسات ديت عشان نخفض مستوى القلق، ان الانسان ياخد نفس عميق بيملأ القفص الصدر كله ومنطقة البطن، ويبدأ يحس بالاسترخاء والهدوء، او ان هو يسمع موسيقى او هادئة، او ما يدخلش في مشحنات، او يخلي دايما خلي ساعة لنفسك في ال 24 ساعة. ربنا خلق لنا اليوم 24 ساعة. لو انت في ال 24 ساعه حاولت تعمل فيه عمل، هتحس ان في بركه في العمر مش طول العمر. في فرق يا جماعه بين البركه في العمر وطول العمر. انا ممكن اصحى من النوم ما اعملش حاجه طول اليوم، عماله اجي على السرير ده للسرير ده مش قادره اقوم، وفي يوم بيعدي عليا من اول الساعه 6 لحد الساعه 6 بالليل انجزت، عملت حاجات كتير. اقول الله الله على بركه اليوم، الله على اليوم اللي اديت فيه شهود ربنا، الله على اليوم اللي فيه اجتهدت ونجحت، الله على اليوم اللي فيه عنت محتاج، الله على اليوم اللي انا فيه عملت فيه عمل خير، الله على اليوم اللي انا فيه ساعدت مسكين. ده دي بركه في العمر، ده اليوم اللي هو بركه اليوم، مش اليوم اللي انا فضلت اقوم واروح واجي، وليس طول العمر. البركه في العمر. يعني ايه بركه في العمر؟ انا ممكن اعيش عمري كله 30 سنه بس عملت فيه عمل ما عملوش اللي عنده 70 سنه. بركه في العمر. مجتهد بيستغل ال 24 ساعه في اليوم، عنده حسن اداره لحياته، عنده حسن اداره لوقته. طيب لما انا اجي اقول لك عشان تخفض مستوى القلق، حاول الصوت كويس يا استاذه منى. معلش يا حبيب السحر، احنا فاضل دقائق وهخلص المحاضره وهنبدا ان شاء الله في الاسئله. انا بقول لك عشان تخفض مستوى القلق اللي عندك، خلي ساعه في اليوم لنفسك بتاعتك انت. الولاد يناموا، ريح شويه، صفاء ذهني، اعملي لنفسك صفاء ذهني. يا حبذا يا حبذا لو كانت الساعه دي في وقت الفجر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان دايما يتأمل في الساعة اللي هي في وقت الفجر. دي الساعة التأمل والصفاء الذهني، ساعة جميلة قوي. خلي الساعة دي بتاعتك، بعيد عن دوشة الولاد ودوشة العمل، وبعيد عن المشحنات اليومية، وبعيد عن النشرات والأخبار. ساعة كده لنفسك اعمل فيها الحاجة اللي بتحبها، اشغلي مفرش بتحبي تشتغلي فيه، ارسم فيها رسمة حلوة، اسمعي فيها موسيقى حلوة، اقرأ فيها الجورنال واشرب فنجان القهوة. على فكرة الساعة دي لو عملتها لنفسك هتخفض مستوى القلق، غير ما انت حاسس ان انت متكربج متكربج متكربج، وفي الاخر لما تحس ان انت عملت مش هتلاقي عملت حاجة، طول اليوم عمال تقلق. ما انجزتش، ما انجزتش ليه؟ لانك مش ملتفت لنفسك. وقت الفجر في سحر، لا وقت الفجر احب الاوقات لقلبي. دي بالنسبه لانخفاض مستوى القلق. اي استفسار في انخفاض مستوى القلق؟ هنقلب ان شاء الله على النقطه اللي بعدها، القدره. شكرا حبيبتي، شكرا. القدره على ضبط الذات وتحمل المسؤوليه. حد من حضراتكم يعرفني يعني ايه ضبط الذات؟
أنا عايزة مشاركات، المشاركات الجميلة اللي بادئة من أول المحاضرة. أنا بعشق حضور ملتقى الدارين لأنهم متفاعلين جدا وإيجابيين جدا. الصبر، التحكم فيها وفي رغبتها، اعتماد على نفسي في موقف معين. فيش قوة التحكم في الذات، لأن أقوى تحدي هو تحدي النفس فعلا. وقد التحكم في رغبات وشهوات النفس جميل. بس دلوقتي تمام الحمد لله. طيب نبدأ في تعريف ضبط الذات. يعني إيه ضبط الذات؟ تخيلوا حضراتكم الطفل لما بيعوز لعبة أو بيعوز حاجة دلوقتي أهو، أو عايز شوكولاتة. لما يجي مثلا والدته يقول لك انا عايز شوكولاته، ما عندهوش قدره على ضبط الذات، فتلاقي مثلا والدته قالت له ان شاء الله هجيبها لك. ان شاء الله دي عنده يعني مش هتتحقق، يعني الحاجه دي مش جايه، لانه الطفل ما عندوش قدره على ضبط الذات، يعني ما يقدرش يتحكم على رغباته ويأجلها. فعنده كلمه ان شاء الله دي انها مش هتتحقق خالص، خلاص مش هيشوف اللعبه دي تاني، او لو مش اشتريتيها النهارده يبقى انت مش هتجيبيها. ما عندوش صبر، ما عندوش صبر. تمام، يبقى عشان كده دايما يقول لك الانسان الناضج عنده قدره على ضبط الذات. بمعنى ان انا دلوقتي عايز اعمل حاجه، انا محدد اولوياتي، مش كل اللي هعوزه هاخده، لا ده انا ممكن اعمل واجد واجتهد لمده شهر مثلا في الاخر اخد مرتب. طب انا ممكن اخد مرتب، طب انا هخطب، الفلوس اللي في ايدي هخطب ولا اجيب عربيه؟ طب ما انا ممكن اخطب. يبقى يأجل احتياج حاجه قدام حاجه تانيه. عنده قدره على التحكم في الذات، مش اللي عايزه دلوقتي اهو هيتم. الاولويات، عنده اولويات، عنده قدره ان هو يرجع الحاجات في مقابل حاجات تانيه. يعني انا دلوقتي عايزه اروح اتقدم لواحده بنت ومعايا مبلغ، المبلغ ده هل اصرفه واعيش على كيفي وهوايا واروح شرم الشيخ واتفسح، ولا اروح اجيب لها شبكه؟ فهو الانسان اللي عنده قدره على ضبط الذات يقدر يتحكم في الاشياء اللي هو عايزها، ويتنازل عن احتياجات له في مقابل احتياجات له تانيه بتحقق له اشباع اكبر. مفهومه النقطه دي؟ ان هو شخص ناضج، عنده نضج، يعني مش اللي هو عايزه دلوقتي اهو هيتم، لا ده شخص عنده قدره على ضبط ذاته، يعرف ايه الاحتياجات بتاعته ويعرف ازاي ياجلها. وشوف الاولويات عنده، انا ممكن اجل احتياجات حاجه في مقابل حاجه تانيه ذو قيمه عنده. يتنازل في اسعاد الغير، دي هنقول لا هنقول حاجه تانيه. اولوياتك على حسب شخصيتك وعلى حسب طريقة تحديدك للأهداف. يعني أنت محدد هدفك الشغل، تمام، أو أنت محدد هدفك إن أنت هتخلص دراستك، ولو جه واحد مثلا قال لك خد بنتي وتعالى اشتغل في المحل بتاعك وسيبك من الكلية بتاعتك، يا عم ده أنت هتقعد 5 6 سنين. أولوياتك إيه؟ أولوياتك تكمل الجامعة وخلاص هدف قدامك، ولا اللي جاية لك عروسة بشقتها بالوظيفة بتاعتها؟ فانت الانسان بيختلف على حسب شخصيته وعلى حسب تحديد اهدافه هو عايز ايه. مش انا اقدر احدد لحد اهدافه، كل انسان بيحدد اهدافه على حسب رؤيته هو، مش على حسب رؤية الاخر. ضبط الذات ان الانسان عنده قدرة ان هو يتنازل عن اهداف في مقابل ان هو يحقق اهداف تانية. طيب امال ايه موضوع تحمل المسؤولية؟ يعني انسان لما بياخد قرار بيبقى قد المسؤولية بتاعته، بيبقى إنسان عنده تحمل للنتائج بتاعتها. بمعنى أنا لما أخد قرار في موقف أنا قده، أنا أقدر أتحمل مسؤوليته، أنا أقدر أتحمل نتائجه. لما تلاقي شخص كده، ولما تلاقي شخص تفكيره كده، اعرف كويس قوي إن هو شخص ناضج. ولما تلاقي شخصية كده، اعرف كويس قوي إنها شخصية متمتعة بالصحة النفسية. انسان بياخد قرار وعلى قد المسؤوليه وحاسب نتائج القرار وحاسب اهدافه، ولما يجي يتصرف بطريقه صحيحه، وتلاقي لو حصل ترتب نتائج على القرار بتاعه يقدر يحله، اعرف ان هو شخص متحمل المسؤوليه، واعرف ان هو راجل قوي.
أكيد قرار بدون تسرع، فالشخص المتحمل المسؤولية يعني معناه إن هو شخص يقدر ياخد قراراته، شخص متحمل النتائج بتاعت القرارات. طيب هنيجي نقول إسلامنا العزيز، إسلامنا اللي هو يعتبر تنظيم حياتنا كلها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة سيدنا محمد، لما في تحمل المسؤولية من الأحاديث اللي بتحثنا على تحمل المسؤولية كلنا، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ فالأمير الذي على الناس راعي، اللي هو الحاكم، وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته، كل واحد مسؤول على أهل بيته وهو مسؤول عنه، والمرأة راعية في بيت بعلها وولدها وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. فكلكم راع مسؤول عن رعيته. ده حديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمسؤوليات، بالنسبة لتحديد المسؤولية. يبقى كل إنسان راعي، كل إنسان عارف مسؤولياته ما يتهربش منها. هروبك معناه ان انت انسان مش ناضج. الطفل مثلا لما تيجي تقول له حبيبي ايه شيل الكوبايه اللي جنبك يهرب منك، معلش يا جماعه هو الشخص لسه ما نضجش. اما الانسان اللي مسؤول، اللي مسؤول من بيت، والمراه اللي مسؤوله من بيت وزوج واولاد، والرجل المسؤول عن رعيه، والمؤتمن على المال مسؤول عن ماله، يبقى كل انسان لازم يتحمل المسؤوليه. لما تعرف ان انسان متحمل مسؤوليته اعرف ان هو شخص صحيح نفسيا. طب حاجه اقول لك، طيب واحد يجي يقول لي تحمل مسؤوليه واجي على نفسي واستحمل القلق والائم الظروف، فين بقى الصحه النفسيه؟ طب انا كده تعبان، انا متحمل مسؤوليه ومضغوط وعمال ضغط الذات، ااجل احتياجات مقابل احتياجات. على فكره اللي بيعيش حياه منظمه اعرف ان هو شخص متمتع بالصحة النفسية. الفراغ من اسباب الامراض النفسية في الحياة. الفراغ ان الانسان مش لاقي حاجة يعملها، الانسان ملوش هدف. بالعكس، ده انت لما تحقق ذاتك وتراعي الله سبحانه وتعالى في اهل بيتك، وتراعي الله سبحانه وتعالى في مسؤولياتك، وكل انسان يشهد الله سبحانه وتعالى على قلبه وعمله ونيته وفعله كله، هي دي الراحة النفسية. هتحس بالراحة النفسية، هتحس بالصحة النفسية. متفقين معايا ولا لا؟ حضراتكم متفقين معايا؟ أكيد. أنا ملاحظة إن الحضور 33 واللي بيشاركني 7 أو 10. ليه كده يا جماعة؟ تمام أستاذة وسمة. دي بالنسبة للقدرة على ضبط الذات وتحمل المسؤولية. شكرا ليلى، شكرا أستاذ سعيد، شكرا أستاذ أحمد، شكرا دكتورة دعاء. طيب في نقطتين أنا ما كتبتهمش في مظاهر الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية، أنا هقولهم لحضراتكم وحضراتكم تابعوني. في اللي هي إن الفرد يكون دايما عنده واقعية بقدرته ومستوى طموحه. يعني ايه الانسان يكون عنده واقعيه بالقدره ومستوى الطموح؟ انا شايف نفسي، انا عارفها على فكره، انا فاهم نفسي، فاهم قدراتي، شايف مساوئي، شايف عيوبي، عارف مميزاتي، عارف انا بعمل مع الناس ايه، واضح جدا مع نفسي، صريح جدا مع نفسي. هو دي معناه ان الانسان يكون لازم فاهم قدراته. بمعنى ما تطلبنيش ان انت تفهم الناس او تيجي تسالني انا عايز افهم الناس وانت في البدايه مش فاهم نفسك، انت مش عارف انت على ايه. قدر وفهم ازاي قدراتك ايه، امكانياتك ايه، فكرتك عن نفسك ايه. يعني انت لو جه حد يقول لك انت، طب انت تقدر تعمل لي ايه، انت فاهم ايجابياتك وفاهم سلبياتك وبتحاول تفهم او بتحاول يعني تتقبل السلبيات دي وبتحاول تطور الايجابيات دي. تمام. والانسان دايما اللي عنده صحه نفسيه بيبقى
صريح مع نفسه، مش لازم أكون دكتور علشان الناس توصفني بإني ذكي، بس أنا ممكن أكون ذكي بتعاملي مع الناس، وأكون فيا روح المثابرة والتعاون اللي تخلي الناس تحبني أكتر من الدكتور. أنا فاهم نفسي، أنا ممكن أكونش دكتور بس بعمل عمل يخدم الآخر. أنا ممكن ما أكونش مهندس بس ببني عقول وببني مستقبل أجيال، مدرس مثلا. يبقى الإنسان لازم يكون يتقبل قدراته، مش بالضرورة أكون مهندس ودكتور عشان أحترم، مش بالضرورة. لازم الإنسان يتقبل قدراته وفهمها وحابب نفسه وحاببها ومصالحها وعارف قيمته. أنت ممكن تكون يعني واحد من ضمن 100 في فريق عمل. مشكلة الثقة في النفس هنتكلم عليها بانفراد. تمام، انت ممكن تكون زي ما احنا قلنا واحد من ضمن كبير، بس لازم تكون عارف كويس قوي انك عضو فاعل في الفريق، ان الفريق انت بتقدم خدمة. مش معنى ذلك ان عملك قليل يبقى انت شخص قليل، لا، انت ممكن تعمل حاجة قليلة بس انت بالظبط بتشارك في العمل. لازم تكون واثق من نفسك، لازم تحس ان انت ليك اهميه وفعلا تصنع الاهميه دي عند الاخرين، يكون لك دور معاهم. ثقتك بنفسك. طيب استاذه ايمان، اخلص بس النقطتين دول. تمام، حاضر. انا هتكلم بالثقه، الثقه بالنفس هتكلم فيها بانفراد ان شاء الله بعد ما اخلص الجزئيه دي. طيب، يعني انا دلوقتي اشوف قدراتي، اشوف واقعي، افهم الناس، يكون عندي مواجهه للضغوط والاحباط، مش استسلم بسهوله، مش استسلم بسهوله. شكرا على احترامك استاذه ايمان، شكرا. طيب اخر جزئيه، كيف تنعم بالسلام النفسي؟ يعني ايه سلام نفسي؟ حضراتكم تقولوا لي يعني ايه سلام نفسي؟ كلمة السلام النفسي دي كلمة جديدة ومعناها جميل. تفضل. كيف تنعم بالسلام النفسي؟ تفضل. عايزة مشاركات أكتر. برافو. برافو، تصالح مع النفس والظروف، كل محيطين بيه، مصالحة مع النفس، متصالح مع نفسك، الرضا، القدرة على التعامل مع المشاكل، حب الآخرين، happiness is within ourselves، السعادة بداخلنا، معرفة قدر من أتعامل معه. تمام، تفاؤل، القناعة، التقبل، سيد العلاجات النفسية، أكيد حبك للي بتعمله حلو. عامل الناس كما تحب ان يعاملوك. حضرتكم هاجي اخليكم تشتغلوا معايا. التعايش، تمام، ما شاء الله. To love people. التعايش، روحاني صحي مالي. تمام، خلاص. حلو قوي مشاركاتكم، حلو قوي كلامكم، وانا مش هبعد عن التعريفات اللي حضرتكم قلتوها. السلام النفسي ان يكون في قلوبنا الحب بدل الكره، السلام النفسي يكون في قلوبنا الأمان بدل الخوف، الأمل بدل الألم واليأس. السلام النفسي معناه إن الإنسان يكون متصالح مع نفسه وراضي عنها وعن اللي بيقوم بيه، مقتنع جدا باللي أنا بعمله. مش شرط أكون ملك علشان أقدر، ده أنا ممكن أكون أقدم شيء بسيط بس أحترم. السلام معناه إن أنا أكون إنسان متصالح مع نفسي، إن أنا أكون إنسان متطور، مش اقف على محلك سر. انسان السلام معناه ان الانسان يحس ان الاخرين جزء منه، يشعر بيهم، يفرح لفرحهم، يحب لنفسه ما يحب لاخيه، يساعدهم، يكون لهم مثل ما لديه. السلام النفسي موجود في ثقتك بنفسك، انت فاهم نفسك، قدرتها، تكافئها، تكافئها، ولو اخطات تحاول تقومها. السلام النفسي انك مش تحس بالحقد والانانيه، او انت تخاف الفشل بحجه ان الاخرين هيضحكوا عليك او هيهينوك.
بالعكس، انت لازم تكون انسان مغامر معترف جدا بالخطأ لو غلطت، معترف بنقاط الضعف عندك ونقاط القوة. دايما لما تبص للمرآة او للمراية بتشوف دايما ملامحك جميلة، مش بتعترض على خلقة الله سبحانه وتعالى، مش بتعترض على امر الله فيك. الانسان اللي بيستمتع بالسلام النفسي بيستمتع بالتسامح، انسان متسامح مع نفسه، متسامح مع الاخر، انسان دايما بيلتمس الاعذار للناس، انسان لا مش بيرد السيئه بالسيئه وبيدفع بالتي هي احسن، انسان ملتزم بالله سبحانه وتعالى وملتزم بمناسك الله سبحانه وتعالى، انسان يتمتع بفيتامين صاد. يعني ايه بقى فيتامين صاد؟ حد سمع منكم على فيتامين صاد؟ صلاة، صدقة، صوم، صلة رحم، صبر، كل حاجة فيها صاد هتلاقي راحتك فيها. صلاة، صوم، صبر، صلة رحم، تمام؟ ها، صدقة، تمام، صلاة، فيتامين صاد. أنا دايما أسميهم فيتامين صاد. متعاون مع الآخرين، إنسان متحابب مع الآخرين، مش إنسان مش شايف، يعني الإنسان اللي دايما عنده مشكلة نفسية دايما شايف إن هو الوحيد اللي مهموم الناس كلها كويسة، جاحد دايما، جاحد دايما على ظروفه. لا، ده انسان متقبل ذاته، انسان ملتمس للاخرين اعذارهم، انسان حابب الاخرين، انسان عايز يخدم الاخرين، انسان متمتع بالصحه النفسيه بالسلام النفسي، عارف ان الانسان حب لاخيك ما تحب لنفسك، من النوع اللي بيفرش الكربه، من النوع اللي بيعمل عمل ابتغاء لوجه الله. هتعمل عمل ابتغاء لوجه الله هتلاقي نفسك بالظبط في طريق السعاده وطريق السلام النفسي. خوف من المواجهة، الإنسان اللي بيخاف الصدق، 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 صدق مع الذات. مش لازم كل ما يقع في مشكلة يحس إن هو بيحس بالتبرير، يبحث عن التبرير. لا، إنسان يقول أنا غلطت، أنا ضيف سليم، أنا ما كانش صح يعمل كده. يبقى الإنسان عنده صدق مع الذات وصدق مع الآخرين. إنسان يعيش بدعوات الآخرين له بخير. مشاركاتي الجميلة أستاذة لوليتا، عمل كل شيء لوجه الناس عدم انتظار المقابل، تمام، لأن المقابل هيبقى لله، رغبة في حب الله، هيبقى العمل رغبة في حب الله. أنا حلوة قوي اللي هو الكلمات اللي حضرتك قلتيها بتستحضرني كلمات جميلة للشيخ الإمام الشافعي، بتقول إيه؟ تعصى الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، في كل يوم يبتديك بنعمة منه وأنت لشكر ذلك مضيع. حلو قوي، حلو قوي كلمات، أنا بعشق كلمات الإمام الشافعي، هو كويس إن حضرتك فكرتيني بيها، متشكرة، متشكرة أستاذة وفاء، شكرا على نقش، متشكرة أستاذة لميتة، شكرا أستاذة إيمان. شكرا. انا كنت بفكر انهي المحاضره ازاي، انا صراحه ما لقيتش غير الكلمات بتاعت الامام الشافعي ان انا انهي بيها محاضره السلام النفسي. على فكره انا اتذكر ان انا قلت لحضراتكم في المحاضره الاولانيه ان تعريف الصحه النفسيه بيعرضنا لتعريف السواء من الله، سواء الشخص السوي والشخص الغير سوي، واحنا قلنا ان المستوى بيرتبط بتعليم وتقاليد المجتمع، واحنا عندنا الدين الاسلامي هو دين السلام، سلام نفسي، سلام جسدي، وسلام روحي. افشوا السلام بينكم، اذيعوا السلام، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لدرجه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان افشاء السلام كان سنه، فجاء في القران وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، يعني جاء رد السلام فرض. السلام، الإسلام دين السلام، الخمر ربنا حرمه سلامة للعقل، المخدرات محرمة سلامة للعقل، الزنا محرم سلامة للجسد والكرامة. الدين الإسلامي، تعاليم الدين الإسلامي كلها سلامة.
سلامة من سلامة فكر وسلامة جسد وسلامة مبادئ وسلامة وسلامة نفسية. اللي عايز ينجح في مجال علم النفس يدرس كويس أوي الدين الإسلامي. حضراتكم متفقين معايا في الكلمة دي ولا لأ؟ أكيد مش علم سهل. الله يخليك أستاذة ليلى. أنا أنهيت المحاضرة، أنا فاتحة باب التساؤلات، فاضل نص ساعة على القاعة تقفل. أنا ممكن أتحكم في الوقت ده بعد إذن فريق الدعم. أكيد طبعا. الإنسان علشان بخصوص الدين الإسلامي، أستاذة صفاء لو حضرتك ليكي سؤال، أنا قاعدة لحد أتلقى التساؤلات. كان في أسئلة في أول المحاضرة أنا أجلتها. شكرا شكرا أستاذة إيمان، متشكرة على ذوقك، وجودك اللي أسعدني. شكرا دكتورة دعاء، وجودك كان شرف ليا. لو في أي تساؤل أستاذة ريان أو أستاذ ريان، خوف من مواجهة أستاذي المشرف على رسالة الدكتوراه بعد انقطاعي دون علمه أسرى الحمل والولادة. حضرتك طب أنا دلوقتي أطلب من الدعم يوقف الشات لحين أجاوب على السؤالين اللي قدامي. أنا يشرفني أتواصل مع حضراتكم، وأنا هبقى أخلي منتقد دارين يديكم التليفونات التواصل والصفحة بتاعتي. في ضمن 20 في فريق العمل، وعملك صغير قوي. علمي إسراء الحمل الولادة، حضرتك تصرفتي تصرف مش كويس، في خصوص انك مش صرحتي او مش التمستي له، مش قلتي له على العذر بتاعك علشان هو يلتمسه. بس خوف من المواجهة لازم تحصل. انت بس فقط جهزي بس الحجة ان انت تقدري بيها تواجهي، لانك لازم تواجهي. وبعدين حضرتك صاحبة علم، لازم يكون عندك القوة في المواجهة، أو القوة في الخوض. دايما يقول لك البحث العلمي هو بحث على المشاكل، فحضرتك لازم يكون عندك خوض في المصارحة، أو خوض في المشكلة، وإنك تصرحيها مع أستاذك بكل موضوعية. ولا مانع كمان إن أنت تقولي له عن سبب انقطاعك دون علمه، مثلا إيه السبب أو إيه اللي خلاكي كده، لا مانع يعني، علشان يسامح. هو أكيد هيسامح، احنا انه راجل ذو علم، ودايما ذو العلم بيبقى قلبهم وعقلهم كبير. استاذه لوليتا بليز، لو عندي طموح واهلي سبب عائق فيه اتصرف ازاي؟ طموحك الطموح لازم يكون اولا واقعي، لازم يكون على قد القدرات. طب انت لو حاسه ان طموحك واقعي وعلى قد القدرات، يبقى اعمل ايه؟ العائق عندي اهلي، يبقى افهم الاول حتى يسهل فهمك للاخرين. يعني ايه افهم الاول؟ بمعنى اعرف ليه والدي عمل كده، او مثلا اجي مثلا بعيد عن جو المشاحنات والزعيق وان احنا نتضارب في الاراء، تكلمي والدتك، تكلمي والدك بطريقه ودوده، وبطريقه انك تاخدي منهم تسمعي لهم. فرضا لو والدك مش عايز يشغلك مثلا علشان ما حدش يعتقد ان هو مش يقدر يصرف عليكي، او فرضا مثلا والدتك منع خوفا عليك من مجتمع العمل ومجتمع الرجال، يبقى انت في البداية لازم تفهمي هم ليه رافضين. لازم تستمعي الاول هم ليه رافضين، ولو وصلتي لفهم هم ليه رافضين هتقدري تأثري فيهم وتقنعيهم وتوصلي للشيء اللي هم بيفكروا فيه. انا كل متميزة في كل مجالات الحياة، الحمد لله ربنا يزيدك. كيف اصل لدرجه عاليه من الثبات الانفعالي؟ عشان تصلي لدرجه عاليه من الثبات الانفعالي يا استاذه ايمان، هقول لك حاولي انت في الاول ضعي المشكله امام ذهنك، او ضعي هدف ان انت عايزه تقللي مستوى الغضب عندك، او انت عايزه توصلي للثبات الانفعالي. طب انت دلوقتي لو حصل لك دروب ومثلا سعرات الغضب عندك بقت عاليه، انت تعملي ايه؟ تعزلي نفسك تماما عن الموقف اللي بيضايقك. لو حضرتك ما قدرتيش تتعاملي معاه بطريقه سليمه، يبقى تعزلي نفسك تماما، تدخلي تتوضي،
كل حاجة بتيجي بالتدريج، مفيش حاجة بتيجي فجائية. وخدي نفسك، يعني النهاردة انت قللتي الغضب بنسبة 1%، بكرة قللتي الغضب بنسبة 2%، لحين براحتك. علمي نفسك، علمي نفسك بشويش، وعلمي نفسك بالراحة. انا هتحكم على الثبات الانفعالي، هتحكم على الغضب اللي عندي. طب ايه المطلوب مني ان انا عشان اتحكم في الغضب، او ان انا اسمع كلمة تنرفزني اقدر ابلعها واسكت؟ طيب انا دلوقتي اتحطيت في موقف غضب، ادخلي توضي. الوضوء بيعيد النظام الجسمي كله، بيجيب لك هدوء. هدوء ده دراسة علمية، مش يعني بصرف النظر عن دراسة دينية، هي دراسة علمية. طيب هتتوضي، صلي، ارحنا بالبلال، ارحنا بالصلاة يا بلال. صلي، قدرتي تصلي صلي. طيب هتعملي ايه؟ ما ارتحتيش، حركي ايدك الشمال. لو انت ما بتستخدميش ايدك الشمال، اكتبي او شخبطي بايدك الشمال. ليه؟ لان حركة الايد الشمال هتدي اشارات مختلفة عن الاشارات اللي بتحركي بيها ايدك اليمين، فبتشتت المخ، فالغضب هيهدى شوية. دي حاجة. الحاجة التانية، شدي قوي 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 ايديكي وارخيها. دي اسمها بالظبط تمرينات الاسترخاء. رجعي ظهرك لورا وخدي نفس عميق. دربي نفسك على العملية دي. أنا ما عنديش سكايب، معلش سامحيني. دكتورة، كيف أتخلص من الإحباط بالهدف بالعزيمة؟ عندك عزيمة عمر ما هيجيلك إحباط. وبعدين دايما خدي المواقف على إنها بتعلمك، مش تاخدي المواقف على انها بتعجزك وتوقفك. وخدي دايما المراحل الاحباط دي انها فرصه للتعليم. الحياه لو مش صنعت الرجال، يبقى الرجال مش هيصنعوا الحياه. شكرا استاذ احمد. لو حضرتك ليك، كان في من الحضور استاذ احمد ليه سؤال وانا طلبت منه يأجله. وعليكم السلام. انا لدي مشكله ثقه في النفس، موضوع الثقه في النفس. دايما اقول للانسان، لو انت ما فهمتش نفسك مين اللي هيفهمها؟ طب استاذ كمال، طفل عنده 8 شهور على صوته، كيف اقول ان هذا خطأ؟ ما انا معلش، انا لا، ولا هيحرك مننا يا استاذه ايمان شعره. بالنسبه معلش حضرتك، بالنسبة للطفل اللي عنده 8 شهور، أولا 8 شهور أولا شخص أولا مش ناضج. ثاني أستاذ كمال طلع هو صاحب السؤال. أولا هو شخص مش ناضج، ثانيا الطفل بيتعامل معايا بالطريقة اللي أنا بتعامل معاه. هزعق هيزعق، هيعلي صوت هعلي صوتي، هيعلي صوتي. بالظبط كأنك واقف في مكان فاضي وبتقول حلو، فهتلاقي صدى الصوت يقول حلو. هتقول وحش، صدى الصوت هيقول وحش. الطفل كده، انت اللي بتغرز في الحاجات الحلوة وانت اللي بتغرز في الحاجات الوحشة. جماعة، انا حاسة بقلق في القاعة، والدعم سكت. استاذة ايمان، طب انا ممكن ادي لحضراتكم مشكلة الثقة في النفس. مشكلة الثقة في النفس دي يعتبر مشكلتنا كلها، لأن احنا دايما اتربينا على أسلوب مفيش تعلم بالثقة في النفس. مش متربينا على الثقة في النفس، علشان تبقى كويس لازم تسمع كلام بابا وماما، حتى لو كلام بابا وماما خارج إرادتنا. فخلاص اللي علمنا علمنا. أنا هكتب دلوقتي الرابط بتاع الصفحة بتاعتي، تعالوا نعيشها صح، بخصوص الثقة بالنفس. فاحنا، انت علم نفسك الثقة بالنفس. خلي، حدد اهدافك، حدد قدراتك، حدد اهتماماتك وميولك. مش لازم تكون كويس، مش لازم تبقى دكتور عشان تعتقد انك ذكي، مش لازم تكون غني عشان تعتقد انك سعيد، مش لازم تكون نسبة 5 مليون بيحبوك عشان تعتقد انك شخص اجتماعي ومحبوب. انت خليك على رضا الله سبحانه وتعالى، ودايما افهم قدراتك، واسعى دايما قدام هدف انت بتفعله. خلي قدامك هدف وحققه، والعمل بيدعم ثقتك بنفسك. حاول تدور على الشغل، حاول يكون لك هدف وليك رؤيه علشان تنفذها وتحس بثقه بالنفس. اريد فعل كل شيء في نفس الوقت، ولا افعل شيء في الاخير احس نفسي محبطه. دايما انا لما بشتغل
بدون جهد او بدون فعل، ده اسمه احلام اليقظه، ان انا بفضل احلم احلم ومفيش شيء بيتحقق، فدي اسمها احلام اليقظه. طب انا اتصرف ازاي؟ يبقى لازم انا اخد خطوه ايجابيه ان انا افعل بالفعل، يعني خطوه ايجابيه ان انا اصحح الحاجه دي، خطوه ايجابيه اعمليها انت، بمعنى ان لو في 3 طيور على الشجره وطائر منهم قرر يطير، هيفضل كام في الشجره؟ بخصوص الدعم، بخصوص الصوت، الصوت كان بيتقفل والنت عندي كويس، انا ملاحظه من اول المحاضره كده، هي مش مشكلة هاكرز في آخر المحاضرة أكتر منها مشكلة كانت مضايقة طول المحاضرة، بس أنا كنت قدها على فكرة. ثبات انفعالي معايا حضراتكم ولا لأ؟ النت عندي كويس. طيب احنا كنا بنتكلم على ان لو في 3 طيور على الشجرة وطائر منهم قرر يطير، هيفضل كام على الشجرة؟ هيفضل 3. ليه؟ لا هيفضل 3 يا استاذ هشام مش 2، لان واحد قرر بس ما تغيرش، لازم انت تفعل عشان تتغير. يعني ايه القرار؟ خدت قرار يا فرحتي، خدت قرار وقعدت ساكت؟ لا، ده انا اخد قرار وانفذ واشتغل، انا اخد قرار وكتر الاحلام او كتر الطموح من غير تنفيذ بتحول عندي احلام يقظه، بتسبب لي احباط، ما اقدرش احقق احلامي، كبرت في خيالي ما اقدرش احققها. حاضر يا استاذه ايمان. كان في سؤال من الاخوات ان هي احلامها، عندها احلام وما بتقدرش تحققها وبتحس بالاحباط بعد عدم التحقيق، فانا بقول لو في 3 طيور على الشجره. امام، انا اسفه يا استاذ امام، انا متاسفه جدا، متاسفه يا استاذ امام، فانا بقول لو في 3 طيور على الشجره طائر منهم قرر يطير، هيفضل كام على الشجره؟ هيفضل 3 برضه. ليه؟ لانه قرر ما طرش فعلا، وانا يا فرحتي قررت وما نفذتش، وبعدين كتر الاحلام وان انا اكبر الاحلام في خيالي، الاحلام بتكبر تكبر تكبر وبتتحول لاحلام يقظه ما بقدرش احققها، فبالتالي باحبط ما بقدرش انفذها بالشكل السليم. استاذه سحر كان بتقول حاسه ان انا فاشله، حاسه انك فاشله عشان مش عندك هدف بتسعي ليه، طول ما الانسان ما عندوش هدف بيسعى ليه يبقى ما يلومش الا نفسه. احساسك بالفشل لانه ما عندكيش هدف، حددي هدف وسعي. اي حد عنده سؤال؟ يمكن تحقيق كل احلامي على مدى العمر كله؟ ايه مش فاهمه السؤال. شكرا لك يا سحر. سوسن متشكره يا قلبي. هل الوحده مرض نفسي؟ طبعا الوحده مرض نفسي، مين اللي قال لك ان الوحده مش مرض نفسي؟ الوحده مرض نفسي، ومرض نفسي كمان ليه دراسه كلينيكيه. الوحده مرض نفسي، وازاي تحس انك وحيده ومعاكي ربنا؟ ربنا يخليك يا سحر، انت ممتازه يا حبيبتي. ممكن اسال فضل الاستاذ امام، حضرتك قلتي ان تحديد الهدف محتاج الانسان يفهم نفسه الاول ويعرف مهاراته، فكيف ذلك؟ انا قلتها ان الانسان يعرف هو عايز ايه وهيوصل لايه، يحدد كويس قوي انا ايه الامكانيات اللي عندي. فرضا يا جماعه الدره، يعني ايه الدره؟ اللي هو اللؤلؤه لما بتبقى في قلب البحر بتطلع لوحدها وبتقف لي في الشط، ولا بتطلع لوحدها وبتقعد لي في السافه؟ مستحيل. اللؤلؤ الانسان بيكتشفه الاول، والناس بنطلعه من قلب الحجر ونبدا نعالجه ونجمل نفسنا بيه. بالظبط الانسان لما بيكتشف قدراته كده كانه بيكتشف الناس من باطن الارض. طلع جواكي الناس، اعرف انت فيك ايه، قدراتك ايه، تقدر تعمل ايه. انا اقدر اعمل كذا وكذا وكذا وكذا، طب يلا طور نفسك، يلا خد كورسات، يلا اتدرب، يلا ادرس، يلا اشتغل.
وبعدين طيب انا عايزه اطور نفسي، طب هطور نفسي ازاي؟ اشتغل في المكان الصغير قبل المكان الكبير، المكان الصغير هيديك خبره تعامل، المكان الكبير هيحتاج منك الخبره، خبره تعامل وخبره مهنيه. خلي الايام تعلمك واسمح لنفسك ان الظروف تعلمك، مفيش مشكله تخوض تجارب، مفيش مشكله تتعلم طالما مش هتاذي نفسك. انا عصبيه جدا مع اي حد مش بعرف اتحكم في نفسي، وبزعل ناس كتير مني وخصوصا جوزي. الزوج بالذات دايما بيطمح ان الزوجه تكون هاديه، لان هي دي السكن له. فانت لازم من مصلحتك انك تكسبي زوجك، ومن مصلحتك انك تخلقي جو الود والتفاهم، لان لو مش قدرتي تتفاهمي مع جوزك هتختلفي في حاجات كتير. لو حسيتي نفسك عصبيه حاولي تنزعي نفسك، وقلنا الاكتيفيتيز بتاعت تهدئه الغضب. طيب يبقى انت مطلوب منك ان انت يكون في لغه حوار بينك وبين جوزك. ارجوك يا جماعه قبل ما اكمل في موضوع لغه الحوار، في عايزه اقول لكم في حاجه اسمها بادي لانجوج. يعني ايه البادي لانجوج او لغه الجسد؟ لغه الجسد 7% 7% انا والشخص الاخر بنتواصل بالالفاظ، 7% انا والشخص الاخر بنتواصل بالالفاظ. طيب 55% بتواصل معاه بلغة الجسد، ايديا، عينيا، بقي، حركة رجلي، حركة ايدي، حركة الجسم كلها. طب ايه بقى موضوع ال 38%؟ 38% نبرة الصوت. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني ايه البادي لانجوج يا جماعه؟ ركزوا معايا، الكلام ده مهم في التعامل في الحياه بصفه عامه، مع مديري، مع زوجي، مع اخواتك، مع الام، مع الاب. طيب ال 7% لغه الكلام العادي، بالظبط زي ما اجي اقول لطفل يا وحش يا وحش، بصوت خشن، بتكشيره وش، بنبره صوت حاده، يا وحش، فالطفل يصرخ. في حين ان انا قلت له يا وحش بنبره صوت ناعمه، بملامح وش بتضحك، بس الكلمه هي نفس الكلمه الشتيمه، هيضحك. ليه؟ لان البادي لانجوج لغه الجسد بتعبر ان الموقف مش محتاج الم قوي، او الموقف مش مثير قوي للغضب. فانت ممكن تتعاملي مع جوزك، تتكلمي مع جوزك بطريقه بتخليه تستفزه. نحاول يا جماعه نعبر بكلامنا، نستخدم لغه جسد مريحه للاخرين عشان يرتاحوا. الكلام اللي بيننا وبين بعض 7%، 38% نبره صوت، نبره الصوت تكون ناعمه كويسه، 55% البادي لانجوج اللي هي لغه الجسد. نصيحه في تربيه الاطفال، ابني عمره 5 اشهر، 5 اشهر منا وبتدلع وزي الفل، لما بيعمل حاجه بتاذي نفسه بناخدها من ايده، ما بنزعقش، ما بنكشش، ما بنستخدمش لغه الجسد القاسيه ان احنا نكش فيه او كده. طفل عمره 5 اشهر لو شفناه بيلعب في الميه نقفل الحمام، نطلعه بشوش ونقفل الحمام. مساله مش عايزه عصبيه، مش عايزه انفعال، لان الطفل زي ما احنا بنعامله هيتعامل معانا. هو مش اطفال اليومين دول مش هيتخذوا اسلوب القمع، انت هتعمل كده يعني هتعمل كده. دلوقتي الاب لما بيكش في ابنه، الولد بيبص لابنه بيقول له انت بتزعق لي، انت اتخذلت. دي حقيقة. ليه؟ لأن دلوقتي زي ما هتعامل ابنك هيعاملك، هتعلي صوته، هو هيتعلم يعلي صوته، هتضرب. لما يجي يتعامل مع أصدقائه مش هيعرف يتعامل بأسلوب كويس، هيتعامل معاهم بالضرب، لأن هي دي اللغة اللي اتعلمها منك. أنا عندي مرض سكري وأهمله، أهمله يبقى أنت بتقدم بتزود الموضوع عليك، لازم تكون متقبل مرضك، تتعايش معاه، شوف إيه اللي أنت مفروض أنت تعمله. عمرك مسؤولية، عمرك هتسأل عليه ليه أهملته؟ ليه أهملت صحتك؟ ربنا يشفي حضرتك أستاذ هشام، وتقبله، مش ما تعتبرش إن ده يعني غضب إلهي، أو تعتبر إن ده حاجة مؤلمة نفسية لحضرتك، لا، حضرتك تقبله وتعايش معاه وصادق المرض. المرض السكري بيزيد بمأكولات كذا، بيزيد من العصبية، بيزيد، نحاول نخفف الموضوع ده. أحيانا حد يقول لي أنت فيكي كذا،
ايه لا مش صعب يا استاذ هشام، مش صعب. احيانا كده امور في حياتنا بنتعايشها وبننجح فيها، وبتبقى خبره بنتحدث عنها لما تلاقي حد. ممكن محاضرات عن لغه الجسد، طبعا عناية، حاضر حاضر استاذ امام، حاضر. بنتك عصبيه جدا يا سحر، عشان انت اكيد بتكلميها باسلوب عصبي، اكيد بتكلميها باسلوب عصبي. يا جماعه قلنا بالظبط، الطفل كانه غرفه جوفاء، هتقول سكر هيقول لك سكر، بالظبط زي صدى الصوت لما تقف في غرفه مجوفه او تقف في صحراء وتقول اهلا، صدى الصوت هيقول لك اهلا، هتقول وحش صدى الصوت هيقول لك وحش، هتقول كلمه حلوه هيقول لك كلمه حلوه. الطفل كده بالظبط عامل زي صدى الصوت بتاعك، زي ما انت هتحط فيه هو هيسمعك. ايمان نورتيني حبيبي، نورتيني يا قلبي. ليكي سؤال يا ايمان، انا اجاوب بقى على سؤال استاذ ايمان. انا يا دكتوره ببقى نفسي اتعلم لغه جديده، وبعد ما بدخل اتعلمها اجد نفسي مش بذاكرها او مش مهتم، برغم من ان كان نفسي تاتي الفرصه لمعرفتها مش عارف ايه. خلي دايما الهدف قدامك، احنا قلنا احنا ممكن ما نكملش او ممكن نتعب، بس الاهم ان احنا نقوم، الاهم ان احنا نكتشف، الاهم ان احنا نستمر. انت ممكن عادي تتقاعس شويه كده وتريح شويه، بس المهم تقف. خلي دايما الهدف انك تكون صاحب لغه، انها تساعدك في مجتمع احسن، هتخليك تتعامل مع ناس احسن. خلي دايما الهدف كده قدامك، واجبر نفسك، طوحها انها للعمل، طوحها للاتقان، طوحها لرضا ربنا. انا يا دكتورة ببقى نفسي اتعلم. طيب دي ايمان، ده الاستاذ ايمان. في سؤال تاني؟ مفيش ثقة بالنفس، ثقتك بنفسك مفيش حد هيديها لك، انت بس اللي هتديها لنفسك، انت بس اللي عارف نفسك وعارف مميزاتك وعارف عيوبك. عيوبك تقبلها جدا، ثق في قدراتك العقلية، ثق في قدراتك الجسمية، خليك واثق من نفسك. مش شرط تكون قوي جدا علشان تكتسب احترام الآخرين، خليك إنسان متسامح، عفو، خدوم. خليك عندك هدف اشتغل فيه، لأن شغلك في هدفك هيكسبك الثقة بنفسك. حاضر حاضر أستاذة إيمان، عيني حاضر يا أستاذ إيمان، عيني حاضر. كان في سؤال، كان في كم سؤال فوق وعدوني. أحيانا حد يقول لي أنت فيكي كذا ممكن تشتغلي عليه، لكن أنا مش بكون مقتنعة، أنا مش فاهمة إيه دي. نصيحة في تربية، دي قلتها. بقرر إني أعمل ايمان، بقرر اني اعمل شيء وبكون متحمسه جدا. احنا جاوبنا على دي. حاضر حاضر. انا جايلي دلوقتي رساله على صفحتي على الفيس، جايلي دلوقتي رساله على صفحتي على الفيس. انا مش عارفه استاذ سعيد، انا متاسفه. سؤال حضرتك فين؟ عنيد جدا، وكل ما نقول حاجة يعمل عكسها، وهو في أولى جامعة. احنا قلنا الظروف، انا عارفة، عشان انا عارفة ظروف اخوك يا استاذة سحر، هقولك ان الظروف اللي عدى فيها الفترة اللي هي قبل الجامعة هي اللي خلته عنيد. تعاملوا معاه على اني ان هو طبيعي. انا لو تعاملت مع ابني على انه بيعمل شيء غلط هيعند ويعمل الغلط. تعاملوا مع اولادكم على ان الامور دي ان هو انسان طبيعي، بالعكس محبوب، بالعكس يعتمد عليه، ان هو انسان دايما كويس، انسان دايما مجتهد، دايما نمو في ثقته بنفسه. مش تتعاملوا معاه على انه في حاجه غلط، لانه هيعند اكتر. في بعض الاحيان اكون حزين وقلق من دون ان اعرف السبب، دي بتبقى نوبات احباط او نوبات زعل. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. حضرتك واظب على الوضوء والصلاه، قرب من ربنا، حدد بالظبط ايه اللي مزعلك، ايه الاسباب اللي مخليك زعلان. حاول تطلع نفسك من المود ده، تعمل حاجه بتحبها، مثلا تتمشى. لما تحس بالحزن اسمع موسيقى، اسمع قران، امشي، خد دايما نفس عميق، حاول الاسترخاء. شوف ايه اللي مضايقك واعمل دايما الحاجه اللي بتحبها.
إيمان بتقول بعمل دايما على إني أكسب حب كل من حولي، ولكن لأصل لهذا ماذا أفعل؟ غاية رضا الآخرين غاية لا تدرك، ورضا الله غاية لا تترك. الإنسان بيعامل الله سبحانه وتعالى في تعامله مع الآخرين، أنا بعامل الله في عملي في نيتي وفي تفكيري، ربنا معايا في كل وقت ومعايا في كل زمان ومعايا في كل مشكلة ومعايا في كل فرحة ومعايا في كل حزن، ربنا معايا ومعايا في تعاملي مع الناس. عشان تكسبي رضا الناس كلها يبقى هم هينفقوكي. احنا مصر تقريبا 90 مليون، مستحيل 90 مليون هيعجبوكي ولا انت هتعجبي 90 مليون. فانت دايما خلي في بالك ان انت تتعاملي مع الله سبحانه وتعالى. شيء جميل ان انت تكوني ودوده، بس رضا الناس مش هتحصلي عليه. الشخصية القلقة، لا، ما تستسلمش بإحساسك بالقلق، مش تستسلم وتعترف بنفسك بإن تعترف بإنك شخصية قلقة. دايما في علم النفس يقول لك إن الإنسان دايما بيتصرف بالطريقة اللي بيفكر بيها. يعني مثلا أنا شايفة نفسي قليلة أو عندي نقص، بتعامل مع الناس بناء على إني عايزة أكمل النقص ده. أنا شايفة نفسي شخصية قلقانة، طريقة استيعابي للمواقف هتبقى فيها قلق وخوف. هي دي المشكلة. حضرتك صحح فكرتك عن نفسك. شخصية قلقة، لا، انت ما تقولش انا شخصية قلقانة، انا شخصية بخاف من الظروف بس انا اقدر اسيطر عليها، انا شخصية من النوع اللي مش عندي مواجهة بس انا اقدر اواجه. تمام؟ الخجل، حضرتك متجوز؟ حضرتك عندك كام سنة؟ عندك كام سنة بس صايد؟ في فرق بين الخجل وفي فرق بين الحياء. شعور الحب من حواليكي بيجي من شعور الرضا، وشعور الرضا هتاخديه من ربنا مش من الناس، ومن احساسك انت بالرضا مش الناس. انا دايما اقول كلمه جميله قوي، ان الباحث عن السعاده كالباحث عن التعاسه. مفيش انسان هيمنحك السعاده، انت اللي هتمنحي نفسك السعاده. عمرك ما بتثق في حد؟ انا هجاوب بس على سؤال الخجل. في فرق بين الخجل والحياء. الانسان الخجول اللي هو ما يقدرش يتفاعل مع الاخرين، عنده ما بيقدرش يعبر عن رايه، ده ممكن تدرب، ممكن حضرتك تمارسها بشكل مستمر، يكون عندك مواجهه مع الاخرين، تقدر تدرب تتدرب في التعامل مع الناس، تقدر تدرب ازاي تتكلم. اما الحياء شيء مطلوب جدا. الرسول عليه الصلاه والسلام كان حي، انا عندي شك ووسواس من كل حاجه، وعمر ما بثق في حد. عندك مشكله نفسيه، مشكله نفسيه، دوري فيها، دوري ايه اللي تخليكي كده، لان الشك وسواس وعدم ثقه في الاخرين دي مشكله نفسيه، دوري فيها، اعرفي ليه السبب، ايه اللي مخليكي كده، وحاولي تبسطي مع نفسك المشكله. استاذ ايمان الخجول مش بقول على نفسه لانه بخاف، ممكن حضرتك تكون كتابه رساله وشخص مش معروف، ده الشيء يديله الجرأه. بالظبط، ممكن الشخص الخجول يحب واحده وما يرضاش يقول لها انا بحبك، في حين لو كتب لها رساله ممكن يقول لها انا بحبك. انا دايما استاذه ماري، انا دايما حاسه ان جوزي هيتجوز عليا. عدم ثقه بنفسك، عدم ثقه بنفسك. حاضر. عدم ثقه بنفسك، جوزك هيتجوز عليك، يا اما مش واثقه فيه يا اما مش واثقه في نفسك. حطي ثقه في نفسك، شوفي جوزك عايز ايه واعملي له اللي هو عايزه. حاولي ترضيه، حاولي تتفاهمي معاه، حاولي دايما تجدي الامان معاه، لان احساس عدم الثقه فيه او عدم الثقه في نفسك دي مشكله هتوقعك. انت ممكن كل خناقه انت هتتجوز عليا، انت هتتجوز عليا لدرجه ان هيتجنن ويعملها عشان ترتاحي انت. اتواصل معك، انا تحت امرك يا استاذه مريم. انا ببحث عن انا لحظة هجيب لحضراتكم الرابط بتاع الفيس إن شاء الله. أكيد موافقة، أكيد موافقة، أكيد موافقة للدعم، أكيد. إحنا كده خلصنا الكورس بتاع صحتك النفسية سر سعادتك. لو حضراتكم توافقوني إن أنا أمد محاضرة تانية
بس يندرج تحت كلمة صحتك النفسية سر سعادتك. هنتكلم فيها عن الاكتئاب مشكلة وعلاج. لو حضراتكم توافقوني ان احنا نعملها كمحاضرة ثالثة للبرنامج انا ما عنديش مانع. تمام. يعني ايه فرق مثالي في العمر بين الاطفال؟ ربنا يخليك، متشكرة قوي. ان شاء الله انا كده خلصت الجزئيه اللي انا كنت مجهزاها لكورس صحتك النفسيه سر سعادتك. ممكن نمدها عشان خاطر حضراتكم وعشان خاطر قاعه ملتقى الدارين، هنمدها ان شاء الله محاضره كمان، بس هنتكلم فيها عن الاكتئاب مشكله وعلاج، لان انا حاسه ان دي مشكله عامه. انت ممكن محاضرة لغة الجسد. طب ممكن نعملها محاضرة في موضوع كيفية التواصل الفعال. لغة الجسد ممكن نخليها عن التواصل الفعال. لا الصوت مش قطع، انا بجيب لحضراتكم الرابط بتاع صفحتي عشان لو اي حد مكسوف من التواصل او يعني ان هو يكتب مشكلته ممكن نتواصل سويا ان شاء الله. الاتصال عن الاخرين بالاخرين هيبقى ان شاء الله فيها. انا بعت لحضراتكم الاكونت بتاعي. الاتصال بالاخرين هنتعرض فيها عن لغة الجسد. اكيد في فرق سن، ده في فرق في النمو والنضج العقلي والذهني ما بين طفل شهر وبين طفل شهرين. انت بتلاحظي ان الطفل شهر بيعمل، طفل 3 شهور بيعمل سلوك وطفل 9 شهور بيعمل سلوك، اكيد في فرق. ما تحاوليش توازني حتى لو في توائم، او لو انت عندك او عند حضرتك توائم. يا ريت يا ريت استاذ زيدان، ده فكره رائعه. اوكي انا ما عنديش مانع اكون انا واحده من ضمن جروب صحتك النفسيه سر سعادتك ونتواصل كلنا مع بعض. يا ريت، انا تحت امركم. خطأ ان احنا دايما نساوي ما بين الطفل وطفل. انا ممكن يكون 2 توائم، كل واحد ليه قدراته، كل واحد فيه عنده فروق فرديه. ما تحاولي تتعاملي مع الاطفال على ان كل واحد ليه شخصيه، وحاولي انت تسيسي كل افراد الاسره بتاعتك سواء كان ولد صغير او ولد كبير. العفو ليك يا سوسن. التخطيط الاستراتيجي الشخصي عايزه كورس مكون من 5 ايام، انا تحت امرك، بس نشوف موضوع الجروب ده. استاذ هشام اشكرك، استاذه صفاء انا هتفق ان شاء الله مع الدعم الفني بخصوص المحاضرة القادمة اللي هتبقى بعنوان صحتك النفسية سر سعادتك، هنتكلم فيها عن الاكتئاب. شكرا لكم جميعا، وانا اسفة طولت عليكم، انا ما كنتش عايزة اطول على حضراتكم. متشكرة لك يا دكتورة دعاء، شكرا لكم جدا، شكرا وفاء، شكرا استاذ امام، شكرا استاذ صفاء، شكرا استاذ سعيد. متشكرة جدا، اللهم امين يا رب نحن واياكم. شكرا استاذ احمد، شكرا استاذه ايمان، شكرا استاذ محمد. انا متشكره جدا للدعم الفني اللي يعني قدر يحل المشكله الدروب الصغير اللي حصل. والله تسلمي يا ايمان، ربنا يخليكي. متشكره جدا للدعم الفني اللي احتوى المشكله بسرعه البرق، ومتشكره جدا استاذ محمد قناوي اللي سمح لي ان انا اكون موجوده النهارده مع الفريق. متشكره استاذ طارق، متشكره جدا، شكرا سوسن، شكرا دكتوره. ان شاء الله التقي معكم في محاضره رقم المحاضره الثالثه في كورس صحتك النفسيه وسر سعادتك. ان شاء الله هتكون عن قريب ان شاء الله ان شاء الله. شكرا استاذ زيدان، ان شاء الله. انا عايزه الجروب الحلو ده يكون معانا ان شاء الله المره الجايه. شكرا وفاء، ربنا يخليك حبيبتي. شكرا شكرا أحبائي، شكرا.
أكيد أستاذ محمد قناوي، متشكرة جدا على احتوائك للمشكلة، أستودعكم الله سبحانه وتعالى، دمتم في صحة ونعمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.